مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في آخر حلقات الأسبوع من رأي عام. 69 يوم بالضبط مضت منذ بدأت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب في شبه الجزيرة. القوات المسلحة حققت خلال تلك الفترة نجاحات متتالية في القضاء على الإرهابيين وفي ضبط بعضهم وفي تدمير أوكار وأنفاق وأماكن إيواءهم، لكن النجاح اللي اتحقق النهاردة الصبح يستحق التوقف عنده. عناصر قوات الجيش الثالث الميداني نجحت في قتل أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء واسمه ناصر أبو زقول. حصل تبادل كثيف لإطلاق النار ولقوا معاه بندقية آلية، يمكن زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الصورة، ولقوا أيضا قنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الزخائر وست خزن طلقات بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي. أهمية هذا النجاح تكمن أن القضاء على أمير أو قائد التنظيم بيؤدي إلى خفض الروح المعنوية بين باقي أعضاء التنظيم، وأيضا فقد حلقة الوصل الهامة بين الإرهابيين بعضهم البعض من جانب، وبينهم وبين عناصر التحريض أو التخطيط أو التمويل الخارجية من جانب آخر. هنتعرف على تفاصيل هذه العملية في فقرة الأخبار. بعد الأخبار هنفتح القضية الأهم بالنسبة لجميع الأسر المصرية، ألا وهي قضية الثانوية العامة، البعبع اللي بيخاف منه الطلاب وأولياء الأمور وبيستعدوا له يمكن من أولى ثانوي ويمكن من ثالثة إعدادي أو ثانية إعدادي. ماذا ينتظر المصريون من النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم مؤخرا؟ كيف استعدت الوزارة لتطبيق هذا النظام الجديد؟ لماذا عادت إلى النظام التراكمي اللي بيطبق طوال سنوات الدراسة الثلاثة، وهو النظام اللي كان مطبق بالفعل لكن على الصف الثاني والصف الثالث فقط وتم إلغاؤه؟ هيكون معانا النهاردة المسؤول الأول عن الثانوية العامة في مصر الدكتور رضا حجازي للإجابة عن أي أسئلة بتشغل بالكم وبال أبنائكم. هذه الأسئلة بيسعدنا أن نتلقاها على تليفونات البرنامج أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقرتنا الأخيرة جولة سريعة في منطقة البورصة في وسط القاهرة، واللي تم الانتهاء من تطويرها وافتتاحها من حوالي ساعة بحضور المحافظ وشخصيات أخرى. تم عرض فقرات موسيقية وعروض فنية ضمن مشروع تطوير القاهرة الخدوية. مراسلنا محمد سعد كان في منطقة محيط البورصة قبل ساعات من الافتتاح، وهنشوف في الفقرة الثانية إيه اللي تم في هذه المنطقة. أما الآن فنبدأ الحلقة بأبرز العناوين. 69 يوما من المواجهة الناجحة في العملية الشاملة سيناء 2018 تتوج بالقضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء. ستون ألفا من واضعي اليد على أراضي الدولة يقدمون طلبات لتقنين أوضاعهم بحسب وزير التنمية المحلية، ومهلة أخيرة حتى 14 من يونيو. $15 مليون استثمارات تدرس شركة عالمية ضخها إلى مصر لإنشاء مصنع للمحمول في المناطق التكنولوجية المصرية. كانت تلك أبرز العناوين، للتفاصيل بعد قليل. من جديد في رأي عام. ضربة جديدة للإرهاب أعلنت عنها القوات المسلحة النهاردة في اليوم 69 للعملية الشاملة سيناء 2018، وهي القضاء على أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء ناصر أبو زقول.
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قال إن قوات الجيش الثالث الميداني داهمت عددا من المناطق الجبلية الوعرة في وسط سيناء، وأسفرت المداهمات عن القضاء على ناصر أبو زقول بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وتم العثور على بندقية آلية وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر وست خزن بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي. كل يوم والتاني بيتأكد أن مصر ماشية على الطريق الصحيح في الاقتصاد. النهاردة شركة IKU العالمية المتخصصة في مجال صناعة المحمول أعلنت أنها اختارت مصر علشان تكون مركز لتصنيع جديد للتليفونات المحمولة اللي بتصنعها إلى جانب المصنع الأساسي الموجود في الصين، ده علشان تلبي الاحتياجات المصرية واحتياجات الأسواق المجاورة. بالإعلان ده يبقى كده مصر تاني استثمار في تصنيع أجهزة المحمول بعد المحمول نايل إكس اللي كان تم طرحه في الأسواق خلال الفترة الماضية. الشركة قالت إنها عملت دراسات مبدئية لاختيار أفضل مكان ممكن تبني فيه المصنع، ومن بين الأماكن دي المناطق التكنولوجية سواء في برج العرب أو في أسيوط، وإن استثمارات المرحلة الأولى 15 مليون دولار. الأستاذ شريف عاكف رئيس مجلس إدارة شركة IKU مصر معايا دلوقتي على التليفون. مساء الخير أستاذ شريف. مساء الخير يا أستاذ عمرو، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نقول مبروك. والله يا فندم احنا بدأنا فعلا الدراسة دي بقالها أكثر من سنة، وطبعا ده تطلب استشارات كتيرة من شركات تعمل في المجال الاستشارات في مصر، ووصلنا لمرحلة ان احنا بدأنا الحوار مع معالي وزير الاتصالات دكتور ياسر القاضي، وكان استكمالا للمشاورات اللي هتبدأ الفترة اللي فاتت او اللي بدأت قصدي الفترة اللي فاتت، في وجود برضو مؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، واستكملنا مع الحوار ووصلنا لمرحلة ان احنا بنتكلم في المميزات اللي ممكن تستفيد بيها شركة علشان تحط استثمار اكتر في مصر. والراجل بصراحة كلامه جاذب جدا للاستثمار، والخطوات اللي خدتها الحكومة لتوفير مناخ مناسب من المناطق التكنولوجية اللي فتحت فعلا، هو فتح 4 مناطق تكنولوجية منها أسيوط ومنها برج العرب، وكانت الأقرب للنشاط اللي احنا ناويين نبدأه. هل استقرتوا على المكان ولا لسه؟ احنا لسه مع وزارة الاتصالات ومع معالي الدكتور ياسر القاضي، هو بيفاضل بين المنطقتين دول برج العرب وأسيوط، المناطق التكنولوجية. وهو زي ما حضرتك تفضلت برضو بالماركة اللي سبقتنا في التصنيع في مصر، وهي في أسيوط، فهي المنطقة مجهزة أكتر نوعا ما ومناسبة لنا. احنا كمان النشاط بتاعنا مش هيشمل بس التليفون المحمول، لا هيمتد لبعض أنواع الإلكترونيات الأخرى اللي تشمل للتلفزيون ولبعض الحاجات الأخرى التابعة للماركة بتاعتنا، وفي مناقشات الحالية لها علاقة بأنواع التخفيضات اللي ممكن تحصل لنا سواء في ضرائب أو في جمارك للمعدات والمكن والتجهيزات اللي ممكن تحصل للمصنع وللمكونات اللي بنستوردها من بره علشان تساعدنا في التصنيع أو طب الخبر اللي عندنا أستاذ شريف بيقول أنه يعني الاستثمارات بتاعت المرحلة الأولى من هذا المشروع هي 15 مليون دولار، ده مظبوط؟ 15 مليون دولار ده حقيقي، هو كمرحلة أولى للبدء يعني، وهي الاستثمار هيكون اكبر من كده طبعا، لكن كبداية علشان بجهز الانتاج هي بتتكلف تقريبا كبداية 15 مليون دولار، احنا جاهزين بالاستثمار ده واكتر منه. طب ايه اللي خلى الشركة بتاعتكم تيجي تستثمر في مصر؟ هل شايفين انه السوق المصري واعد؟ هل المناخ الاستثماري في مصر؟ هو الاثنين واكتر. وزاره الاتصالات كمان اشتغلت مع مراكز تدريبيه لتدريب عماله، ودي كانت من العوائق اللي بتبقى قدام اي مستثمر في مجال التصنيع،
العمالة، والوزارة تفضلوا وأوضحوا الشوط اللي قطعوه في اتجاه تدريب العمالة متجهزة. تاني حاجة، المناخ الاستثماري بقوانين الاستثمار الجديدة وقوانين المناطق التكنولوجية الجديدة وتوفير بنية تحتية مناسبة جدا وجاذبة كمان للاستثمار في مجال التصنيع. ثالث حاجة، احنا وطنيين برضو، فيعني البلد فعلا بتتجه لاتجاه سليم جدا. نعم. واتجاه محفز جدا على الاستثمار في القطاع التصنيع. نعم. بالذات في الالكترونيات. نعم. ثالث حاجة او اخر حاجة، هي فعلا السوق المصري سوق كبير ويستاهل كتير. وفي نفس الوقت احنا كنا بقالنا فترة كبيرة جدا كبلد بتستهلك من الأجهزة سواء التليفون المحمول أو غيره المستوردة بنسبة كبيرة جدا، هي أكبر سوق في المنطقة بتاعتنا. طب نسبة العمالة المصرية تبقى قد إيه يا أستاذ شريف؟ نسبة العمالة المصرية على فكرة العمالة المدربة في مصر هي طبيعي تكون معدية 80%، لأن خطوط التصنيع وخطوط التجميع هي بتحتاج تدريب مش طويل. نعم. لأن فرصة الإيد العاملة أنها تغلط بتبقى قليلة شوية. نعم. وفي نفس الوقت إحنا يعني هنقعد مع معالي الدكتور ياسر القاضي الفترة اللي جاية كمان. نعم. وهنقعد بقى الفريقين اللي هينفذوا فعلا الكلام على أرض الواقع. نعم. اللي هيدرس موضوع العمالة ونسبة الأجانب من المصريين، بس هي في الآخر رايحة لنسبة المصريين أعلى من النسبة الأجنبية. نتمنى لكم التوفيق، وشكرا لحضرتك الأستاذ شريف عاكف رئيس مجلس إدارة شركة آي كي يو مصر. استرداد أراضي الدولة ملف لسه ما تقفلش، لكن قريب الحكومة هتنهيه تماما. ده اللي ممكن نفهمه من تصريحات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية النهاردة، اللي أعلن فيها تلقي الحكومة 60,000 طلب لتقنين أراضي وضع اليد على أملاك الدولة. أنا معايا سيادة اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا مساء الخير، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني هل فعلا أنه هذا الملف سيغلق تماما، وأن الحكومة الحالية قادرة على إغلاق هذا الملف اللي هو يعني من سنين طويلة الحكومات السابقة فشلت في إغلاقه؟ لا، الحقيقة احنا عايزين نبص الموضوع من الناحية التانية. احنا الحكومة مد إيدها لوضيع اليد على أراضي زراعية أو أراضي مباني وبنوا عليها أو استزرعوها أو زرعوها بالمخالفة للقانون. فإحنا في نص سنة 2017 طلع قانون 144 علشان تقنين أوضاع وضيع اليد. حضرتك رحت زرعت أرض في الصحراء واستصلحتها وتعديت عليها ومحدش ادهلك من الدولة، لكن الدولة الآن بتقول لك أنا جاهزة إن أنا أقنن لك وضعك وملكك هذه الأرض أو أجرها لك أو ادهلك حق انتفاع زي ما أنت عايز. والقانون صدر، وكان المهلة الأخيرة لطلبات التقدم لتوقيتات التقدم بهذه الطلبات في 14/3 الماضي. القانون نفسه سمح لمجلس الوزراء أنه يمد هذه الفترة لمدة واحدة، والمجلس استخدم هذا الحق ومدها علشان مراعاة المواطنين اللي ما كانوش لسه عرفوا او عندهم ظروف او لغاية 14/6 القادم. بعد 14/6 لا مجال اطلاقا للتصالح مع الدولة في اراضي تعديت عليها. احنا بنقول وبنوعي السادة المواطنين، كل واضيع اليد امامكم فرصة ذهبية ستنتهي يوم 14/6، وبعد كده مش هيكون في تمديد مع الوزير اطلاقا. القانون يمنع التمديد. احنا مدينا الفتره اللي القانون بيسمح بيها، وسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء استخدموا هذا الحق ومدوا للناس 3 شهور علشان كل واضعي اليد سواء على اراضي زراعيه ودفعوا فلوس واستصلحوها وزرعوها او كانت مهما كان هم عملوا عليها ايه، وعليها منشآت او عليها اي مخازن او ايا كان، او ارض مباني بنى عليها وهي مش ارضه،
وتعدى عليها، نقول له احنا جايين مدين لك ايدنا، الدوله مدالك ايدها، بتقول لك تعالى تصالح، روح ادفع رسم في المحافظه اللي انت موجود فيها، في المركز اللي انت موجود فيه، كل ده متاح، تدفع رسم، من دفعك الرسم وحطك الطلب ده بيخليك تستفيد من القانون لغايه 14/6. تبقى يعني محمي يعني. حضرتك تيجي ل 14/6 وتدفع ونقعد نقنن لك وضع ست طب اجراءات التقنين اربع شهور. اجراءات التقنين يا معالي الوزير عباره عن ايه؟ يعني لو واحد مثلا مستصلح سي مثلا خمس فدادين في الصحراء وبيزرع منهم، هم ارض الدوله، هيدفع كام عليهم علشان يتقنن؟ لا هو بيدفع رسم معينه، الخمس فدادين دول لا يزيد عن 3000 جنيه رسم الاول معينه عشان يبقى له ملف. ايوه تمام. وبعدين يطلع بيدفع رسم معينه، بتطلع لجنه بتعين الارض بتشوف هو زارعها والزراعات اللي فيها دي الخبراء يقدروا يعرفوا هي دي بقالها قد ايه الارض دي بتزرع، خمس سنين ولا اربع سنين ولا ثلاث سنين، عشان هناخد منك حق انتفاع عن الفترة اللي انت زرعت فيها واخدت محاصيل وبعت وكسبت وهكذا. وبعدين هنملكك بقى بالاسعار بتاعت النهاردة، بأسعار يعني كأنه بيشتريها من حد، يعني بيشتريها من الدولة اليوم على حسب سعر السوق، على حسب سعر السوق، وبناخد كمان حق الانتفاع عن المدة اللي هو كان مستفيد بيها من بعض الدلائل اللي موجودة في هذا المكان. طب لو يعني مش معاه المبالغ دي، بتصدروا الأرض دي؟ الأرض دي هو متعدي عليها ومش هيقدر يدفع حق الدولة، الدولة ستسترد أملاكها. اللي معهوش يدفع الدولة وهو ده اللي هيحصل بعد 14/6. سواء كان لو كان مثلا باني بيت او يعني عنده مثلا بيربي مثلا حيوانات ماشية جوه البيت ده. ما هو يا فندم احنا بنقول اهو، احنا بتيجي وانت بتدفعش الثمن مرة واحدة. انت بتدفع الثمن، بتيجي تدفع ربع الثمن وبتقسط على 3 سنوات. يعني في تقسيط، مش على طول يعني دلوقتي. ايوه، فالدولة مادة ايدها وعاملة فرصة ذهبية، فالغرض ان كل متعدي على اراضي الدولة سواء زراعية او مبنية او مباني ان هو قدامه يروح يحط الطلب بتاعه قبل 14/6. بعد كده قوة انفاذ القانون ستسترد املاك الدولة بما عليها، ولا تساهل في هذا المسألة، ولا تساهل اطلاقا بعد 14/6. طب انتوا يعني كحكومه معالي الوزير متوقعين يعني تحصلوا كام من يعني هذه الحكايات؟ تحصل كام؟ احنا كل حقوق الدوله لازم ترجع للدوله، تمام، لان ده حق الاجيال، تمام، حق حد، مش اي حد راح يتعدى وياخد حق مش حقه نتركه له. لا يعني اللجنه اللي بيرأسها المهندس ابراهيم محلب، أيوة، قالت انه اللجنه نجحت في استرداد حوالي 4 مليار جنيه حتى الان. لا ده احنا لغايه دلوقتي متقدم لنا، انت حضرتك قلت رقم 60,000، انا قلت النهارده فعلا 60,000، لكن بالرقم الدقيق هو 61,416 حتى اليوم. تمام، 61,416 اللي تقدموا بطلبات للتقنين، طالبين طلبات للتقنين حتى الان. فبالتالي يعني المساله فيها حسم من الدوله وفيها منتهى الحسم. لانه يعني زمان كانت الناس يعني البعض، يعني ما بقولش كل الناس، كانوا يعني بيحاولوا يتحايلوا قانونيا على هذه المساله. لا، القانون واضح جدا، والناس اللي استباحت أراضي الدولة فيما مضى، الدولة خلاص ما عادتش حد بيقدر يستبيح لها أي حقوقها. القانون له أنياب زي ما أيوة. بيقول. أيوة، وقوة إنفاذ القانون دي معدة وموجودة في كل حتة، والمناطق المركزية، المناطق العسكرية بتساعد، ومديريات الأمن بتساعد، وقوة إنفاذ القانون ستسترد أراضي الدولة بعد 14/6 بما عليها. طب معالي الوزير، يعني احنا سمعنا انه بعض يعني بعض الانباء بتقول مثلا التصالح مع الدوله، انه مثلا التصالح. لو خمس فدادين مثلا، الدوله تاخد فدانين ونص، وال يعني المستفيد ياخد الكلام فدانين. ده ملوش اي اساس، ملوش اي اساس من الصحه. اللجان المعاينه محطوط اسس للتسعير، والمحافظه بتسعر وبتقول اسس التسعير على حسب مكان الارض وعلى حسب المثل، والتسعير ده بتيجي له لجنه رباعيه من لجنه استرداد الاراضي بتراجع التسعير فيها اطراف كثيره علشان كل واحد ياخد حقه مظبوط،
والدوله تاخد حقهم. طيب المهندس ابراهيم محلب اتكلم عن مهله حتى 30 يونيو لاصحاب المزارع في سيناء، حضرتك بتقول 14 يونيو في 14/6 هو اكيد كان يقصد 14/6 14/6 مش أيوة. مش 30/6 لا 14/6 هو ده المهله الاخيره للتقدم للتصالح بما في ذلك اصحاب المزارع اللي هي موجوده في سيناء كل الجمهورية يا فندم مش تمام. بس سيناء ده مهم جدا التوضيح ده لأن بعض المواقع قالت أن المهندس إبراهيم محلب بتكلم عن مهلة حتى 30 يونيو وحضرتك بتؤكد لنا دلوقتي أن المهلة لغاية 14 المهلة اللي حددها القانون نعم نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل سيادة اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. مجلس الوزراء خلال اجتماعه النهاردة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس وافق على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبنى. معايا على التليفون القمص داود إبراهيم كاهن كنيسة العذراء بالوراق. سيادة القمص مساء الخير. مساء النور حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك شايف هذا التطور إزاي؟ الحقيقة هذا التطور كنا منتظرينه من سنين طويلة وكان نفسنا أن يكون هذا الشيء موجود لأن طبعا الكنيسة والأباط عانوا من عدم وجود قانون فده شيء يسعدنا جدا ويعني ربنا يخلي رئيس جمهوريتنا ويخلي ويبارك في النواب والسادة الوزراء اللي هم بيهتموا طبعا بأولادهم لأن الأباط دول أولاد مصر. نعم. طيب حضرة القمص يعني زي ما حضرتك بتتفضل بالحديث عن انه كنا يعني حتى مسلمين ومسيحيين يعني مش بس المسيحيين في انتظار هذا الامر يعني كون ان هذا الامر حدث بالفعل وانه الدولة يعني وافقت وقررت على لسان أو من خلال مجلس الوزراء بتقنين أوضاع هذه الكنائس والمباني الخدمية ماذا يتبقى؟ يعني اللي يعني الامور اللي احنا وصلنا لها دي نفسنا فيها من زمان بس اللي انا بتمناه واللي يتبقى يعني يا ريت ما يبقاش فيه التعقيدات اللي كانت موجوده والامور الصعبه اللي كانت موجوده وعلينا ان نلتزم وعلينا حقوق وعلينا واجبات ولينا حقوق. حضرتك بتقصد بالتعقيدات اللي هي الامور البيروقراطيه يعني ايوه اللي كانت موجوده والدواعي الامنيه واللي يتمنى انه يكون واللي يتمنى انه ما يكونش وقصص لكن ما يبقى في قانون وقانون محدد يبقى واحد اثنين ثلاثه يبقى بنخلص بناخد كل شيء يمشي مظبوط. 166 كنيسة ومبنى خدمي ده رقم كبير جدا مش كده؟ طبعا على مستوى الجمهورية طبعا. ايه اكتر كنيسة يعني ستستفيد من هذا القرار حضرة القمص؟ كل الكنائس ستستفيد على الاقل يبقى في شيء امن الانسان كل الكنائس ستستفاد من هذا القرار والكنائس اللي هي موجودة وما كانش ليها قرار جمهوري وفي كنائس بموافقات أمنية كل الحاجات دي هتاخد وضعها القانوني وتبقى شيء مظبوط. تمام. كنيسة حضرتك كنيسة العذراء بالوراق يعني ستستفيد من هذا الأمر يعني؟ يعني نشكر ربنا أن كنيستنا العذراء والملاك دي واخده موافقه امنيه من زمان وفي تصاريح مباني وكانت ماشيه تماما وافتتحها فدخلت البابا شنودة الثالث وبالمناسبه ان النهارده 18/4 هو تاريخ افتتاح الكنيسه. طيب حضرها السيد وزير العدل ابو النيل
حينما كان محافظا للجيزه. محمود ابو النيل، مستشار محمود ابو النيل اعتقد اسمه. المستشار محمود ابو النيل وقداسه البابا شنود الله ينعم نفسه مع لفيف من المطارنه والاساقفه والاباء. طيب احنا كل شعب الوراق احنا من اقباط ومن مسلمين كانوا موجودين في افتتاح الكنيسه. احنا بهذه المناسبه يعني بنقول لكم هابي بيرث داي ليكم، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. طيب. وربنا يصلح قلبك. شكرا. وانا بشكركم جدا. شكرا يا فندم، شكرا القمص داوود ابراهيم كاهن كنيسه العذراء بالوراق، شكرا. مصورة مصرية شابة اسمها هبة خميس فازت بالجائزة الأولى في مسابقة وورد بريس فوتو اللي أعلنت نتائجها ونتيجتها يوم الجمعة الماضي في العاصمة الهولندية أمستردام. هبة حصلت على المركز الأول في فئة القصص المصورة الخاصة بالقضايا المعاصرة عن قصتها اللي حملت عنوان الجمال الممنوع، عن عادة فظيعة ويعني رهيبة في الكاميرون منتشرة اسمها عادة كي الثدي. السكان هناك أو كتير منهم بيقوموا بكي أثداء الفتيات الكاميرونيات عشان خايفين عليهم من الاغتصاب أو من الاختطاف للعمل في مجال تجارة الجنس، يعني تحت هذا المبرر بياخدوا البنت وبيكولها ثديها. الإحصائيات بتشير إلى أن 25% من نساء الكاميرون بيخضعن لهذه العملية البشعة. ويمكن كنتوا شايفين دلوقتي صورة هبة خميس جنب إحدى الصور اللي فازت في هذه المسابقة، ومعايا دلوقتي هبة من أمستردام عبر سكايب. هبة مساء الخير وألف مبروك الجائزة العظيمة دي. مساء النور، ازي حضرتك؟ شكرا لزورك. احنا سعداء جدا بهذا الخبر وسعداء اكتر يعني انك فتاه والفتيات المصريات يعني بيثبتوا نفسهم كل يوم في كل المجالات. قولي لي انت رحتي مخصوص الكاميرون علشان تعملي القصه المصوره دي؟ اه بالظبط، انا قعدت في الكاميرون شهر بالظبط 30 يوم مخصوص عشان القصه دي، يعني كان ده الهدف من الرحله. طيب انت سمعتي عن الموضوع ده ازاي يعني، وازاي انت قررتي انك انت تروحي الكاميرون علشان يعني تصوري البنات اللي بيتعرضوا لكي بيكوا الثدي بتاعهم؟ هو الموضوع ببساطه انا دايما بقولها، انا حاسه ان الموضوع هو اللي اختارني مش انا اللي اخترته، هو اللي دور عليا. ان انا كنت قاعده على الفيسبوك عادي وفجاه لقيت خبر قدامي عن موضوع كي الثدي على جورنال اندبندنت، فبدات اعمل البحث وادور، ما لقيتش اي قصه مصوره عن الموضوع. فاستغربت، قلت ازاي يعني ما حاجه زي دي فايتانا، يعني في حاجه، في مواضيع كتير اتعملت عن الختان وعن كل حاجه. فبدأت أدور بدار النشر، يعني مثلاً أكتب كي الثدي الكاميرون، كي الثدي ناشونال جيوغرافيك، أكيد ناشونال جيوغرافيك ما سابتش الموضوع ده يعني. فبدأت يعني أعمل بحث مكثف إن ألاقي قصة مصورة عن الموضوع، ما لقيتش. فعملت بحث 3 أسابيع بالظبط، وبعد كده رحت الكاميرون لأن حسيت الموضوع ده لازم يتقال، لأن حاجة مهمة بتحصل ومحدش يتكلم عنها، فكان لازم حد يتكلم عنها. فبس فروحت خلال 3 أسابيع كنت موجودة في الكاميرون لمدة شهر. حد ساعدك يعني؟ هل البنات اللي تعرضوا لهذه العملية والفتيات اللي تعرضوا ليها يعني ما خافوش انهم يتكلموا معاكي تصوريهم؟ يعني انا شايف لك صورة جنب صورة، يعني صورتك جنب صورة احدى الفتيات اللي للأسف تعرضت لهذه العملية. هو انا لما كنت بشتغل في الشهر ده كنت بشتغل بشكل مكثف، بسافر اغلب الوقت بالليل عشان اروح تاني يوم المدينه او القريه اللي ممكن يبقى بيحصل فيها ده، وبكلم الناس. الناس يعني بترحب ان هي تتكلم معاك وتشرح لك ده بيحصل ليه. بس لما بتيجي لنقطه التصوير في ناس تقول لك انا هتكلم معاك زي ما انت عايز، بس لما بتيجي لنقطه التصوير بيقولوا لا. وانا بشتغل كنت بدور بنفسي على البنات، وكنت بشتغل كمان مع جمعيات وجمعيات حقوقية ضد الموضوع وجمعيات خيرية وصحفيين محليين.
فالبنات اللي خلوني أصور كنت رايحة عن طريق مثلا جمعية خيرية أو عن طريق دليل هما بيثقوا فيه، فقدروا يثقوا فيا من خلال ثقتهم في الدليل ده. ولما كنت بقول لهم ان انا مش جايه علشان ان انا اقول ان هما بيعملوا حاجه اجرام او ان هما عايزين يؤذوا بناتهم، لان انا كنت واعيه وانا بصور ان هما بيعملوا ده عشان يحموا بناتهم. اما الامهات كانت بتلاقيني مستوعبه هما بيعملوا ده ليه، كان ده نقطه الوصل ما بيننا اللي قدرنا من خلالها احنا الاثنين نتكلم ونتفاهم ونبدا نشتغل على الصور. طب يعني هبة، يمكن يعني أنا بعمل مقارنة دلوقتي في دماغي بين يعني عادة ختان الإناث هنا وفي بعض البلدان طبعا، وكي الثدي. يمكن كي الثدي ده أول مرة نسمع بيه، بتتعمل إزاي؟ يعني بيعملوها إزاي؟ بيروحوا الدكتور ولا زي ما بيعملوا عندنا هنا داية اللي هي بتختن البنت؟ بتتعمل إزاي في الكاميرون الحكاية دي؟ هي بكل بساطة أنا عايزة أوضح حاجة الأول، إن الفرق بين كي الثدي والختان، إن الختان إحنا بنحمي البنت نفسها، يعني دي المعتقدات عندنا إن إحنا الأب والأم بيبقوا خايفين من البنت إن هي تشرد منهم، فبيبدأوا يعملوا الختان علشان البنت ما تروحش لحاجة غلط بنفسها. كي الثدي اللي بيحصل العكس، إن هما بيحموا البنات من المجتمع الخارجي. فاللي بيحصل ان الام او الجده، دايما بتبقى الام او الجده او الخاله، حد من درجه قرابه الدرجه الاولى، بيستخدموا ادوات الطبخ اللي هي المعلقه الخشب او الحجاره اللي بيطحنوا بيها التوابل، بيسخنوها، وبعدين الام بتلمس الحجاره تشوف هتلسعها ولا لا في ايديها، وبعدين بيبدأوا يعملوا مساج لمنطقة الصدر علشان يدوبوا الدهون اللي بتشكل منطقة الصدر. وده بيحصل ان هم مثلا يعملوه مرتين في اليوم لمدة 5 أيام او اسبوع، لحد ما يختفي تماما الثدي فيوقفه، وبعدين لما يرجع تاني يعملوا تاني لحد ما البنت يبقى عندها 16 سنة او 17 سنة. هما بيبقوا شايفين دلوقتي ان هي ممكن تتجوز، ممكن يعني ان هي ينفع يبقى عندها ان هي تبقى انثى يعني. طيب يعني والعمليه دي حكولك، يعني والعمليه دي بتتم، البنت بتبقى يعني بتبقى بتعمل ازاي؟ يعني ده الم فظيع يعني. اكيد هي بتوجع، والبنات بتبدا تهرب مثلا ان هي تروح الحقل عندهم او تروح للجيران، تروح للاب للجده، اكيد بيهربوا. بس انا ما كنت بسال الامهات عن الاسباب ليه بيعملوا الموضوع ده، كانت الردود مختلفه. في ناس بتامن ان ده حاجه علاجيه، ان لو مثلا ناحيه من منطقه الثدي، لو ناحيه طلعت قبل ناحيه، بيبداوا يستخدموا كي الثدي علشان يختفي، فيبدأوا الناحيتين يطلعوا مع بعض بنفس الحجم. دي في منطقة. في منطقة تانية بيعملوا كي الثدي علشان يحموا البنات من الاغتصاب، لأن في الكاميرون واحدة من كل 5 بنات هي أم مراهقة، يعني عندها 14 سنة 15 سنة وبالفعل أم. ومنطقة تانية بيعملوه شايفين أن البنت لازم أن هي تكبر الأول وبعدين يبقى جسمها قوي، فتبقى مؤهلة ان هي يبقى عندها ثدي، لان هم عندهم في الكاميرون البنات بتبلغ من سن 7 سنين. انا شفت صورة بنت عندها 9 سنين وبالفعل حامل، فخافوها في قرية علشان العار. فالكي الثدي في الكاميرون بيحصل لأسباب مختلفة بتعتمد على كل قرية وكل مدينة. طيب يعني هبة، والله عندي أسئلة كتيرة جدا يعني عن الموضوع ده، لأنه يعني موضوع يعني غريب شوية، مش عارف الواحد يتعاطف مع الأهالي اللي هم خايفين من أن بنتهم تتعرض للاغتصاب أو الخطف، ولا يتعاطف مع البنت اللي هي ضحية في كل الأحوال. يعني بصراحة الواحد مش عارف. أنت تجربتك الإنسانية بقى اللي خرجتي بيها من هذه الرحلة ومن هذه الحوارات اللي انت عملتيها معاهم، كانت عاملة ازاي؟ انا بالنسبة لي لما كنت رايحة الاول الكاميرون، لو انت بصيت من برة
ممكن تحط أبشع الألقاب اللي ممكن تقولها، تعذيب جسدي، تعذيب أطفال، حقوق المرأة، حقوق الطفل، كل ده ممكن تقوله، خصوصا إن هما لما بيوقفوا كي الثدي وبيطلع، أوقات بيطلع بتشوهات، أوقات بيطلع بسرطان، أو معظمهم بيبقى عندهم مشاكل في الرضاعة، مش كلهم عندهم مشاكل نفسية إن هما مش قادرين يتقبلوا جسدهم. بس وانا بصور مع الامهات وبسالهم، هما بس عايزين يحموا بناتهم وبيعملوا ده بدافع الحب والحمايه، وما يعرفوش ان هو بيأذي. يعني انا لما سالت الامهات طب انتي يعني حصل لك كيل ثدي ده قبل كده؟ تقولي اه، ومامتي ومامه مامتي. طب انتي مش عارفه ان هو بيوجع؟ بتقولي اه عارفه ان هو بيوجع، بس نفس المنطق اللي عندنا في مصر اللي هو وجع ساعه ولا كل ساعه، ان هي توجع بنتها 5 ايام كل فترة لحد ما يبقى عندها 16 أو 17 سنة وتبقى مؤهلة إن هي تبقى أنثى وتقدر تحمي نفسها، بالنسبة لها بيبقى أهون كتير من وجع إن حجارة دافية. والحكومة بتنظر للمسألة دي، الحكومة الكاميرونية بتنظر لها إزاي؟ هو بس عايزة أوضح معلومة الأول، إن كاي الثدي ما نعرفش عنه لأن هو كان مختفي لحد 2006. كان الموضوع يعني هو أنا يعني قابلت ناس عندها 80 سنة وبالفعل كان معمل لهم كيل ثدي، ومامتها وجدتها تعمل لهم، بس هو كان مختفي لان هو حاجه بتحصل في البيت في السر ومحدش بيتكلم عنها، لحد ما جمعيه راحت في 2006 بتشتغل على الموضوع اللي هو الامهات المراهقات اللي هم عندهم 14 سنه و15 سنه وبالفعل امهات. فلما اشتغلوا مع كانوا بيسالوا البنات انتوا يعني ليه عندكم مشاكل في الرضاعه؟ فالبنات كانت بتجاوب ان ماما كانت تعملي كده، بس انا مش عارفه ده الحل ولا يعني ده السبب ولا لا. فلما عملوا بحث لقوا اكتشفوا موضوع كي الثدي، واتعمل اول احصائيه في 2008 اللي هي النسبه 24%. حاليا في الكاميرون هم بعد الاحصائيه بتاعت 2008 عملوا جمعية اسمها ريناتا علشان تبقى ضد كي الثدي، والسيدة الأولى هي ضد كي الثدي وبتطلع في التلفزيون تقول ده، تتكلم عنه في حملات توعية. ودلوقتي في الكتب في المدارس بيدرسوا للبنات الصغيرين ان الكي الثدي ده مش كويس، وان لو ماما عملت لك كده ما تقبليش وما تعمليش كده لبنتك، ففي توعية بتحصل. مفهوم. يعني بالفعل في النسبة قلت جدا في ياوندي والدوالة اللي هي المدن اللي هي الكبيرة زي القاهرة واسكندرية عندنا. تمام. بس مجرد ان انت ما بتخرج برا العاصمة بتلاقي عندك مناطق زراعية وحقول مفتوحة، فالأمهات برضو بتفضل خايفة. فمهما عملت، مهما درست، مهما زودت التوعية، دلوقتي هي المفروض يعني هم دلوقتي بيحاولوا يحطوا قانون، في قانون هيتطبق خلاص ان الام اللي هتعمل كي الثدي هتدخل السجن. طب قولي لي هبه، يعني انا شايف صورتك دلوقتي جنب صوره احدى الفتيات اللي تعرضوا لهذه العمليه، فاكره حاجه عن البنت دي؟ انا مش عارفه انهي صوره حضرتك بتتكلم هي عنها. صوره انت كده باصه فوق كده وبتبتسمي، ووراكي صوره وراكي صوره بنت كده يمكن عندها 10 سنين يمكن ولا حاجه، وبتبص كده بذعر للكاميرا، ويعني منطقه الصدر طبعا عندها متغطيه. دي كانت ساعه استلام الجائزه. الصوره دي البنت اسمها سوزان. سوزان مامتها كانت عملت لها كي الثدي مرتين بالظبط، أول لما كانت 10 سنين لما بدأ يطلع لها الثدي عملته لها مرتين بالظبط، وبعدين اختفى الثدي. اختفى خالص، حتى لو بصيت في الصورة هتلاقي المنطقة مسطحة تماما. أيوه. فمامتها وقفت، فأنا لما صورت سوزان كانت خلصت موضوع كي الثدي ده، عملت المرتين دول من شهرين. فصورت سوزان وصورت سوزان مع مامتها. مفهوم. طيب يعني بصراحة أنا بحييكي على يعني على مجهودك، وبحييكي على مثابرتك، وبحييكي على إنك اخترتي حاجة ما حدش اتكلم عنها، مش بس في مصر، لا ده في أفريقيا وفي العالم كله، ورحتي، وده هي الصحافة الحقيقية. يعني أنت دلوقتي في أمستردام علشان إيه يا هبة؟
حاليا انا في امستردام علشان الجائزة والمؤتمر، فاحنا لسه مخلصين يعني. طب قولي لي الجائزة دي، يعني قولي لي الجائزة دي وسط الجوائز العالمية بتبقى مكانتها ايه؟ هي الورلد بريس فوتو تعتبر اكبر مسابقة تصوير صحفي عالميا، وهي واحدة من أقدم المسابقات. مش عايزة أبالغ وأقول إن هي أقدم واحدة، بس هي في الأغلب أقدم واحدة، بس أنا مش متأكدة من المعلومة. مفهوم. المسابقة دي قدم 4530 مصور من على مستوى العالم، فدي هي بتبقى زي كده حلم لكل مصور على مستوى العالم يعني. جميل جدا. مشروعاتك اللي جاية ايه بقى؟ هو انا بالفعل عملت بعد موضوع كايل سادي ده، عملت مشروع عن دعارة اللاجئين الشباب في ألمانيا، وعملت وشغالة حاليا على المتحولين جنسيا في مصر، وشغالة عن خطف العرايس في كيرغستان، بس ده لسه مجرد فكرة، ما بدأتش تصوير يعني. مش بس في كيرغستان على فكرة خطف العرايس، كمان في الشيشان وفي مناطق قوقازية كتير. منتشر منتشر في كذا منطقة يعني، بس أنا بادئة بكيرغستان وبعد كده هبدأ أخرج على دول تانية يعني. تمام. أنا بتمنى لك التوفيق وبحييكي وبقول لك ألف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا يعني. شكرا. شكرا. هبة خميس طبعا اللي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة World Press Photo اللي أعلنت نتائجها يوم الجمعة اللي فات في أمستردام. محمد صلاح مش بس على لسان كل العالم في كرة القدم بعد ما تألق التألق الكبير ده في الدوري الإنجليزي واللي سجل فيه لغاية دلوقتي 30 هدف بسم الله ما شاء الله، لكنه كمان مصدر اهتمام الناس وأصبح حديث سوق الفوانيس ولعب الأطفال قبل شهر رمضان. فانوس محمد صلاح حضراتكم يمكن شايفينه أصبح المنتج الأكثر رواجا في السوق، وسعره يعني بيتراوح ما بين 98 جنيه و 155 جنيه، وطبعا في إقبال كبير جدا عليه حسب شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال في الغرفة التجارية. هل معايا الأستاذ بركات؟ الأستاذ بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية وألعاب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية. أستاذ بركات مساء الخير. مساء الخير بحضرتك. أهلا بحضرتك. صحيح فانوس محمد صلاح متصدر دلوقتي؟ طبعا متصدر، لان مفيش حد في مصر ما بيحبش محمد صلاح. صحيح صحيح، حتى اللي كتبوا عليه كده كتابات مش هي بيحبوه في قرارة نفسهم. طيب الشعب دلوقتي بتقول ان الفانوس ده مستورد منين بقى؟ وطبعا دي لعبة جاية من الصين. برضو الصين بيتم اضافة ليها الاغنية ديت لما بتيجي مصر يعني. على اساس طبعا ان الفانوس رمضان ممنوع استيراده طبقا لقرار 232 لسنه 2015. ما هو ده اللي انا عايز اسال عنه، ان الوزير السابق منير فخري عبد النور هو اللي عمل القرار ده في ابريل 2015. طيب ده بيعتبر تحايل يا استاذ بركات؟ لا ما بيعتبرش تحايل، بس هو حضرتك التاجر المصري هنا او المستورد المصري بيحاول بقدر الامكان ان هو يوجد سلع يعمل بها رواج في السوق. طب ما هو السلع دي جت ازاي؟ دخلت متهربه؟ هي دخل اساس لعبه اطفال، كلعبه طفل ما فيش فيه مشكله خالص في دخوله. لعب الاطفال مش ممنوع برغم من صدور القرار 43 اللي هو تسجيل المصانع، لكن في شركات قدرت تسجل وتستورد لعب الاطفال من الصين. وبالتالي هو هنا لما بيخش بيقدر التاجر هنا يكيف اللعبه زي ما هو عاوز طبقا للموسم الموجود فيه، يعني لو موسم رمضان اقدر احط فيه اي سي غني رمضان، داخلين على مولد النبي اقدر اعمل طلعه البدر علينا، داخلين على موسم تاني اقدر اغير الاسطوانه. فطبعا احنا عندنا هنا في مصر في حاله ركود اقتصادي، كل التجار والمستوردين بيعانوا منه، فهم ما بيصدقوا ان هو يلاقوا سلعه تقدر تجذب ليهم المستهلك. والله يعني انا بشكل شخصي مش ضد، بس لو كانت السلعه دي معموله هنا في مصر كان افضل طبعا، لانه طبعا يعني اسم محمد صلاح يستحق انه يكون في كل حاجه بجد يعني. انا بكلم حضرتك وانا مش نائب رئيس شعبه بس لعب الاطفال، ولكن انا مصنع لعب اطفال ومصنع حضرتك فانوس رمضان مصري.
انت نفسك بتصنع فانوس رمضان مصري. بنصنع فانوس رمضان مصري، وده طبعا احنا ما زلنا بنعاني للاسف حضرتك من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. ليه؟ اللي هي لم تمنحنا التراخيص النهائيه برغم ان من استيفائنا لجميع الاوراق. واللي انا مستغربه ان مفيش حد من التنميه الصناعيه او من جهه اي جهه مهما تكون من وزاره الصناعه بتحاول تتواصل معانا بالرغم من شكوانا المريره اللي بنقدمها دايما في الجرايد او عن طريق السوشيال ميديا. لكن حضرتك للاسف احنا عايزين نصدر، عايزين ندخل عمله صعبه، مفيش حد من الحكومه بيساعدنا. طب ايه المشكله؟ طبعا ايه المشكله مشكلة حضرتك ان عدم اصدار التراخيص النهائيه لينا، ودي حضرتك ما بنقدرش احنا نصدر لما يكون معانا التراخيص سجل صناعي نهائي او دائم، لكن احنا معانا دلوقتي سجل صناعي مؤقت. فطبعا حضرتك احنا بنتمنى ان يصدر لنا الترخيص النهائي على اساس ان احنا نصدر، لان مطلوب مني تصدير للسعوديه، للاردن، للدول الاوروبيه، مش قادر اصدر لان احنا بنصنع اول ناس تصنع حضرتك لعب اطفال بتعمل بالحجاره، احنا المصنع الوحيد في مصر. كل المصانع الموجوده بتصنع لعب اطفال بلاستيكيه فقط لا. طب واللعب دي يعني مستوفيه الشروط المواصفات العالميه؟ معانا موافقه الهيئه العامه للتوحيد القياسي والجوده. معانا حضرتك جميع الاوراق واللي هم طالبين مننا كلها جاهزه. احنا متوقفين حاجه لو حضرتك تسمعها تستغرب، موافقه الامن العام والامن الوطني على العربيه بتشتغل بالريموت كنترول. مازال الهيئه العامه للتنميه الصناعيه مش عايزه تدينا الجواب، واحنا مش قادرين نعرض على طبعا على الامن العام لان مفيش جواب معانا. شوف حضرتك لما لعبه الطفل عايزه تتعرض على الامن العام، يعني احنا بنقول بنشجع الصناعه، لا احنا مش بنشجع الصناعه، احنا بندمر الصناعه. شيء غريب طبعا، يعني مش لاقي له تفسير. يعني حضرتك هل تصدق ان لعبه الطفل تتعرض امن عام؟ يعني انا ما اعرفش بشكل، هي يعني مش منطقيه طبعا، لكن المساله انه وزاره الصناعه المفترض انه يكون عندها الكلمه الفصل، المفروض هي اللي تحط النقاط على الحروف، مش الامن العام يعني. فما اعرفش يعني اذا احنا قادرين حضرتك مش قادرين نتواصل مع اي حد، حتى رئيس هيئه التنميه الصناعيه من الصعب جدا ان حضرتك تقابله وتقول شكوتك. لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان انا رحت الهيئه اكثر من 50 مره وده مسجل عندهم في بوابه الدخول، ومش قادر اخد لحد الان التراخيص. انا حضرتك نموذج لالاف المصانع اللي موجوده في مصر. احنا حضرتك قانون التراخيص الصناعي لما صدر لادماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. عشان نقدر نزود طبعا حضرتك زي ما انت عارف الدخل القومي، ونقدر ان احنا نجيب عمله من بره، ونقدر نحسن صوره الجنيه، ونقدر نقلل الطلب على الدولار. لكن حضرتك كل ده بنقابله بالبيروقراطيه حضرتك والموظفين، والموظفين بيخافوا يمضوا او بيخافوا يقعوا على اي شيء لانه خايف على مكانه وعلى الكرسي بتاعه. وده طبعا حاجه حضرتك بتاخرنا لورا. الرئيس السيسي عايز ان ننطلق لقدام، واحنا الموظفين الصغيرين اللي في ايدهم القرار هم اللي بيرجعونا لورا. يا ريت حد يسمعنا من وزاره التجاره والصناعه، المهندس طارق قبيل، يحاول اي حد من مكتبه. احنا مش طالبين الوزير يتكلم معانا، احنا طالبين ان شاء الله يا رب من مكتبه، يا رب اصغر موظف، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبننتظر رد من السيد وزير التجاره والصناعه او مكتبه، ويا ريت يوصلنا هذا الرد عشان نعلنه للراي العام. اشكرك شكرا جزيلا استاذ بركات صفا، نائب رئيس شعبه الادوات المكتبيه والالعاب الاطفال في غرفه القاهره. يعني ده تركي، مش مصري ولا تونسي ولا مغربي اللي كان بيتكلم، عضو في البرلمان التركي بيتحدث عن انه السلطات التركيه غمضت عينيها وصمت اذانها عن انتقال 1800 داعشي الى سوريا عبر الاراضي التركيه. طيب بما ان احنا بنتكلم عن سوريا، هل ممكن حد يتخيل ان قرارات الحرب والاعمال العسكريه بيتم اتخاذها بناء على كلام منتشر على فيسبوك او غيره من مواقع التواصل الاجتماعي؟ اكيد لا. لكن للأسف ده حصل في حالة الضربة الغربية الثلاثية على سوريا الأسبوع اللي فات. النهاردة مصادر أمريكية اتكلمت لشبكة CNN ولمجلة فورين بوليسي، قالت أن إدارة دونالد ترامب لم تتأكد من حقيقة استخدام غاز السارين في مدينة دوما السورية قبل شن ضرباتها العسكرية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير في القصف الغربي على سوريا بعد ما أصبحت مصدر رئيسي للأخبار اللي بتنقل عبر وسائل الإعلام، واللي تسببت في الضغط على إدارة ترامب للتحرك عسكريا.
والحقيقه ان مش بس وسائل الاعلام الامريكيه اللي اعتمدت على السوشيال ميديا، لا ده كمان اجهزه الاستخبارات الامريكيه والفرنسيه اعتمدت على معلومات مصدرها الاساسي وسائل التواصل الاجتماعي. للاسف يعني ده مش خيالي، ده اللي كشفت عنه مجله فورين بوليسي وشبكه سي ان ان، يعني بناء على تصريحات مسؤولين امريكيين. في نفس يمكن السياق او في سياق ذي صله زي ما بيقولوا، كعادتها قناه الجزيره القطريه دائما سباقه، طبعا السبق هنا مش في الاخبار المتميزه اللي المفترض انها بتخدم هدف الاعلام، لكن الاخبار اللي بتخدم وبتخدم على اجندات ارهابيه. امبارح الجزيره عملت حلقه عن الخليفه المحتمل للمشير خليفه حفتر في ليبيا، قالت ان مصر والامارات بيرشحوا ثلاثه مش من بينهم اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الاركان الليبي. اتهمت الجزيرة، اتهمت البلدين، اتهمت مصر والإمارات بأنهم مش على علاقة جيدة برئيس الأركان الليبي. طبعا دي حاجة مش جديدة يعني على الجزيرة. لو تفتكروا حضراتكم يوم 24 مارس اللي فات حصلت محاولة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية، وبرضو لغرابة الصدف يعني قبلها بيوم يمكن قناة الجزيرة وموقعها نشر تقرير بيقول أو بيطرح سؤال، هل سينتهج الإخوان العنف المسلح بعد أن اكتشفوا أن سلميتهم ليست أقوى من السلاح؟ بعدها طبعا يعني حصل محاولة اغتيال مدير الإسكندرية. النهاردة وعلى نفس المنوال تعرض رئيس الأركان الليبي لمحاولة اغتيال في بنغازي. يا للصدف، يا للصدف، يا للصدف البحتة. خلونا نشوف رسالة اللواء الناظوري بعد نجاته من محاولة الاغتيال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العظيم، أحب نطمنكم أن راهو هذه المحاولة الغادرة اللي حصلت اليوم الأربعاء 18/4/2018 هي لمحاولة خسيسة، والحمد لله نجا منها كل الرتل وكل الجنود، ولم يصب معنا أي شخص بأذى، لا موت ولا جراح، والحمد لله هي كانت محاولة لردنا وتثنينا على مكافحة الإرهاب في درنا وفي المحاولات الخسيسة اللي الآن تدور، أن نحن القيادة غير صحيحة والآن القيادة متفككة والقيادة بينهم خلافات. لا، نحن بالعكس ننتظر في حضور سيد المشير بإذن الله سالم غانم قريبا، بكرة أو بعد بكرة في اليومين، ونحن على قدم وساق في شغلنا في غرفة عمليات بنغازي في اللجنة العليا للاحتفالات، نحن مستمرين بإذن الله. هذا الكلام ما يثنين على عزمنا ونحن أمورنا طيبة إن شاء الله. طبعا احنا عارفين ان مش كل اخبار السوشيال ميديا سلبيه، في جانب تاني بيجذب اهتمام من الناس، زي مثلا اسبوع الموضه اللي اتعمل في السعوديه لاول مره، وزي افتتاح اول دار سينما النهارده على فكره في السعوديه. الفرحة كانت مسيطرة على عدد كبير جدا من السعوديين النهاردة بهذه المناسبة، وده ظهر في تعليقات كتير من الناس، زي مثلا عبد المجيد الكنعاني اللي كتب عندك ايه بالليل؟ بروح السينما. يعني واحد بيسأل صاحبه انت بتعمل ايه النهاردة؟ بروح السينما. محمد ايضا كتب سؤال جميل هيبدأ من الليلة، هتروح السينما؟ كمان الدكتور عبد العزيز الموسى عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقا رد على بعض المنتقدين لعودة السينما إلى السعودية وقال أغلب المعارضين سيكونون أول الحضور اليوم في صلاة السينما، فلا تشغلوا بأنفسكم بكتاباتهم. طبعا بنهني يعني أشقائنا في المملكة العربية السعودية عودة الفن السابع إلى الناس. وبالمناسبة دي بنهنئ السفير السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر اللي تم تعيينه، السفير أسامة النجلي، سيصل إلى مصر قريبا، فألف مبروك له هذه المهمة
مهمة المهمة، لأنه طبعا سفير السعودية في مصر لا يتم اختياره بمحض الصدفة عن طريق الصدفة عن طريق اختيارات يعني روتينية. سفير السعودية في مصر وسفير مصر في السعودية يتم اختيارهم على درجة كبيرة جدا من يعني الفحص والتمحيص، لأنه العلاقات بين البلدين علاقات مهمة لكلا الحكومتين. على السوشيال ميديا برضو كان في حالة سعادة كبيرة بعد إعلان المنتج والمخرج رامي إمام عن مشاركة النجمين الكبيرين سمير غانم وعادل إمام في مسلسل عوالم خفية المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، وده أول عمل فني مشترك بينهم بعد غياب 33 سنة تقريبا. كان آخر فيلم شاركوا فيه مع بعض عادل إمام وسمير غانم هو رمضان فوق البركان سنة 1985. رامي إمام نشر على صفحته على الفيسبوك صورة للفنانين، هي زي ما حضراتكم شايفينها مع بعض، وده كان له رد صدى رد فعل كبير جدا خصوصا من أبنائهم زي محمد إمام اللي كتب على تويتر: تاريخ الضحك في مصر والوطن العربي، مفيش كلام يعبر عن جمال الصورة دي. دنيا سمير غانم نشرت الصورة طبعا وأكدت سعادتها بلقاء النجمين الكبيرين والدها سمير غانم والنجم الكبير عادل إمام. أيضا زميلنا وصديقنا الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم كتب: العظيمين سبب سعادة وبهجة وضحك ملايين المصريين والعرب. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة، وبعد الفاصل هنفتح ملف ونتساءل متى ينتهي بعبع الثانوية العامة في مصر؟ هل سيقضي النظام الجديد على مخاوف ملايين الأسر المصرية؟ وهل ينهي إمبراطورية الدروس الخصوصية؟ بعد الفاصل هيكون معانا الرجل المسؤول الأول عن الثانوية العامة في مصر الدكتور رضا حجازي، مستنين مشاركتكم واتصالاتكم بعد الفاصل إن شاء الله. من جديد في رأي عام. 3 يونيو المقبل بيبدأ ماراثون الثانوية العامة. السنة دي هيؤدي 670 ألف طالب بشعبتي الأدبي والعلمي الامتحانات، وكعادة كل عام مخاوف الطلاب وأولياء الأمور لا تنتهي على مدار العام، لكنها بتصل للذروة قبل الامتحانات وتستمر حتى إعلان النتيجة. مخاوف الطلاب وأولياء الأمور بتنصب على طبيعة الأسئلة، على طريقة صياغتها، المواد الصعبة. كل سنة يعني لما بيكون في امتحانات ثانوية عامة بنشوف الجرايد كده والمنشتات: دموع الإنجليزي، بكاء الفيزياء، مأساة الرياضيات، وهكذا. وزارة التربية والتعليم لا تتوقف عن طمأنة الطلاب بأن الأسئلة هتكون في مستوى الطالب المتوسط. العبارة دي يعني بنسمعها من أيام ما أنا كنت في الثانوية العامة، ده من حوالي 35 سنة، وأن صياغتها واضحة بلا التباس، وهكذا. لكن في كل الأحوال المخاوف بتستمر. متى تتخلص مصر من هذا البعبع؟ هل يعني سيكون البعبع ده في خبر كان في المستقبل القريب؟ ده اللي احنا يعني هنحاول نتعرف عليه من خلال حوارنا مع دكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك دكتور رضا، وطبعا احنا زي ما قلنا في المقدمة في انتظار تلقي اي اسئلة عن الثانوية العامة على تليفونات البرنامج او من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب قبل ما نبدأ حوارنا مع الدكتور رضا حجازي خلينا نشوف هذا التقرير. بدأ العد التنازلي لبعبع الثانوية العامة بنظامها التقليدي في 3 من يونيو المقبل
يبدأ 670 ألف طالب امتحانات نهاية العام على المستوى القومي بالشكل المتبع منذ عشرات السنوات، لكن طلاب الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجاري والملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل سيطبق عليهم النظام الجديد الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم بعض ملامحه قبل يومين. الوزارة أعلنت كعادتها سنويا أن أسئلة الامتحانات ستكون واضحة بلا لبس لضمان عدم تكرار أزمة العام الماضي، وستراعي جميع المستويات العقلية بحسب مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات، وأن يكون عدد الأسئلة مناسباً للزمن المحدد للإجابة، ومع مراعاة عدد الخطوات اللازمة داخل كل سؤال وملائمتها للوقت المحدد لها ودرجة كل سؤال، واختيار لجان وضع الأسئلة بكل دقة بعد التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية لديهم من خلال الأجهزة السيادية. وطالبت الوزارة جميع الطلاب بمراجعة النماذج الاسترشادية للبوكلت التي نشرتها على موقعها الإلكتروني بهدف تدريبهم على الشكل المحدد للامتحان ونوعية الأسئلة، كما يمكن للطالب تقييم نفسه عن طريق توزيع الدرجات التي أتاحتها الوزارة على موقعها أيضا. هذه التطمينات السنوية من الوزارة لم تمنع مخاوف الطلاب ومن خلفهم أسرهم، فهل بالفعل ستنتهي مخاوف وأزمات الثانوية العامة إلى الأبد؟ وما رأي الطلاب وأولياء الأمور في النظام التراكمي الجديد؟ خاصة أنه سبق تطبيقه على سنتين بدلا من ثلاث. أسئلة كثيرة في هذه القضية، لكن يبدو أن الإجابة عنها ستتأخر حتى موعد التطبيق. دكتور رضا، فعلا الأسئلة هتتأخر الإجابة عنها؟ الأسئلة نهي خلينا طب في الثانوية العامة النظام القديم. الأول أنا برحب بحضرتك طبعا وسعيد أن أكون معك النهاردة بجد، ربنا يخليك. وعايز أقول للطلبة ثانوية عامة السنة دي اللي هيدخلوا زي ما حضرتك أشرت في التقرير يوم 3 يونيو أنهم أكثر حظا من طلاب العام الماضي. ليه بقى؟ أولا السنة الماضية كان ده يعتبر مفاجئ نسبيا للطلاب، يعني احنا من شهر 12 كده وبدأنا نتكلم في موضوع كراسة الامتحان مش البوكلت، بس عشان في حب أقول الفرق بين السنة دي بقى الطلبة السنة دي عندهم إيه؟ احنا نزلنا لهم نموذجين واحد واثنين وتوزيع الدرجات زي ما اتقال في التقرير بحيث ان كل طالب يعرف دي عليها كام ونقصه كام وهكذا. العام الماضي احنا كنا منزلين اربع نماذج وكان بالاضافه الى النموذج الامتحان الفصل الدراسي الامتحان الاولاني للثانويه العامه نفسه والدور الثاني بتاع الثانويه العامه، يعني بقينا بنتكلم في اربعة وثلاثة تسع نماذج امتحانات موجوده الطالب يقدر يطلع عليها. ده بالنسبه فيما يخص الطالب. احنا بقى كواضعي امتحانات ولجان فنيه وكنترولات اكيد لازم نستفاد ونتعلم من بنقول من اخطائنا، ما فيش مشكله خالص. فيعني مثلا السنه الماضيه زي ما حضرتك اشرت ان في سؤال بيحمل اكثر من معنى، فبنضطر نيجي نعدل في نموذج الاجابه ويقول اللي يعمله كده ياخد درجه واللي يعمله ده عيب في الصياغه مش فيها كلام. لكن هذا العام قعدنا مع اللجان الفنيه اكثر من مره واتكلمنا على خطوات تبقى واضحه، الصياغه تبقى واضحه، المطلوب من السؤال واضح، وان شاء الله ده هيبقى يعني هم كمان اتدربوا العام الماضي. يعني لا تتخيل يا استاذ عمرو ان انا كان هاجسي وخوفي السنه اللي فاتت او السنه الماضيه ان اللجنه بتعمل امتحان في ورقه وش وده وهتعمله كراسه امتحان، دي عمليه ليست سهله لانه هيفرد الاسئله اللي كانت بتيجي خمس اسئله في السنين اللي فاتت الى مثلا 40 سؤال او 45 سؤال اللي هي جزئيات. فممكن قوي الاقي عامل الاسئله الصغيره دي على شكل اسئله كبيره، ده كان ممكن يبقى وارد. فده اللي خلانا واحنا بنعمل النماذج العام الماضي منها بنطلعها لاولادنا ومنها احنا بنتدرب احنا كمان على صياغتها واعدادها. يعني الطلاب الثانويه العامه السنه اللي فاتت كانوا حقل تجارب يعني طبعا هو كل واحد لا بص في الاخر كل واحد ياخد نصيبه لا في الاخر هو رانكينج انت بترتب الناس على هو في اداه امتحان او في امتحان وانت بترتبهم فيما بينهم فتعرضوا لنفس الظروف وبالتالي هي نفس يعني ما فيش حد اتظلم عن حد لان هو نفس المعيار واحد يعني ده جزء مهم. الجزء الثاني ان احنا الملاحظين لما كانوا بيوزعوا كراسة الامتحان
ممكن كان يتاخر شويه في توزيعها، يوزع الف على حد ويرجع يفتكر ان هو المفروض ما ياخدش الف يرجع ياخده منه. كل دي حاجات احنا بنستفيد منها في تدريب للملاحظين بشكل جيد جدا هذا العام. اعتقد ان ده يعني هم دي الاسباب اللي بقول عليها انهم اكثر حظا من العام الماضي. بطمنهم ان عدد اسئله الامتحانات السنه دي هي نفس عدد الاسئله العام الماضي، عشان بس يبقوا ايه يعني مثلا المواد العلميه الكيمياء الفيزياء البيولوجي كل ده 45 سؤال، خلاص هو هيبقى 45 سؤال، مفيش تغيير فيهم. مفيش تغيير. كان في اتجاه عشان برضو نبقى بنقول ان احنا عايزين نقلل العدد شويه، فتناقشنا لقينا لما هنقلل العدد، خلي بال حضرتك من اللي جاي دي، ان الدرجه 60 مثلا على 45 سؤال، طب انا هخليهم 40 يبقى الوزن السؤال زاد الدرجة، زاد الدرجة، وبالتالي الطالب لو فقد سؤال هيفقد درجة أكبر. فمن مصلحته أن يكون العدد 45 بالضبط كده. وبالتالي إحنا كمان محدش اشتكى من طول الامتحان العام الماضي الأعداد دي. ما هو ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيه، أنه يعني 45 سؤال المدة الزمنية دي، لا ما هي المدة الزمنية الثلاث ساعات، كل امتحان ثلاث ساعات، ثلاث ساعات مش هتتغير. لا لا ما لا ده فاريبل ما يتغيرش أبدا. لا معلش انا غير عدد الاسئله لكن ما غيرش زمن الامتحان. بالمناسبه لما كان في ناس بتنادي كده اصوات يقول لك ما نخلي الكيمياء اربع ساعات، ده مش بمزاجي ولا بمزاج، ده قوانين الماده متخصص لها ثلاث ساعات، انا اللي اتحكم في الاسئله يعني اقل الاسئله. طب وفي اسئله يعني مثلا دكتور يعني بتبقى محتاجه وقت اكبر للاجابه؟ لا بص حضرتك احنا لا ما ده 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 سؤال خطير اللي حضرتك بتساله لي ده. وضع الامتحان على فكره عمليه ممنهجه علميه مش 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 سهله. احنا مين قال لنا ان احنا نكتفي ب 45 سؤال؟ جبنا امتحانات الكيمياء مثلا في الاعوام السابقه وبدانا نشوف الجزئيات كام، فطلعت ان الجزئيات اباوت من 40 ل 50، واحنا وبالتالي اخترنا الكام؟ ال 45. فموضوع ان الاجابه عليه قد ايه ده مدروس بشكل جيد جدا، لا حد يقلق. يعني بدليل ان العام الماضي لما جبنا الاسئله عدد الاسئله لانها جزئيات اسئله وليست اسئله بالمعنى الكبير اللي حضرتك تقصده، ودي نصيحه هبقى اقولها لهم بعد ما اخلص دي. فاحنا وبناء عليه عدد الاسئله اللي تم اتفاق عليه ملائم للوقت، والدليل على ذلك لم تحدث شكوى من طول من 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 الامتحان طويل او ان الوقت كان قليل. الطلبه بقى السنه اللي فاتت انا لاحظت حاجه، ان الطلبه اللي كانوا متميزين على طول في بعض منهم قل شويه. ليه بقى؟ الطالب واخد على انه يجي له سؤال كبير ويجاوب صفحتين ثلاثه. الاسئله في كراسه الامتحان اللي عنده شورت ايسي يعني مقال قصير، يعني سؤال وتحت منه مربع صغير كده هيضع في الاجابه، انا عايز منه الاجابه في سطرين في ثلاث اسطر. وعلى فكره ده بيقيس الفهم. يعني انا لما اخد اللي في الكتاب ووضعه مباشره في كراسه الامتحان ده تذكر. لكن لما اعيد صياغته باسلوبي انا في عبارات مختصره، على فكره التلخيص احد مؤشرات الفهم، زي التغريدات على تويتر كده، زيها كده بالظبط. فانا بقول لهم من الوقت وانت بتذاكر بجد بقى دي مهمه قوي، امسك واعمل لنفسك اسئله قصيره، اقرا ووضع نفسك سؤال صغير وجاوب عليه وتبقى وحط خط تحت الاجابه اللي في موجوده في الكتاب. على فكره لو عملت كده هتفهم اكتر وهتستمتع اكتر وهتجيب درجه اكتر. لان انا النقله دي نقله الاسئله الكبيره لاسئله قصيره، انا بقول لاولادي السنه دي خلي بالكم منها، انا مش عايزك المربع اللي انا هعمله لك ده تضع فيه الاجابه اللي هي بنقول عليها ايه بقى الاجابه بالتحديد، لان هو السؤال قصير وبالتالي اجابته لازم تبقى محدده. طيب دلوقتي باقي حوالي 50 يوم تقريبا. ان شاء الله 3/6 باذن الله. 6 ايه استعداداتكم بقى عامله ازاي يا دكتور رضا؟ لا حاجات كتير جدا يعني خلاص، يعني احنا ماشيين الحمد لله في وفق خطه مخطط زمني ماشيين في المعدلات تماما. يعني اول حاجه بدانا الكنترولات ورؤساء الكنترولات وكلاء الكنترولات مقابله، اتقابلوا كويس واخترناهم، وجهات الامنيه وكنترولات ولجان الإدارة شغال. واحد يقول لي إيه الفرق ما بينهم؟ لجان الإدارة دي هي المسؤول عن توزيع الملاحظين على اللجان ورؤساء اللجان. الكنترولات هي المسؤولة عن الأوراق وكشوف المناداه والإشراف على التصحيح وكذا. ده خلص الحمد لله ومفيش فيه مشكلة خالص. الهيئة الفنية بقى ده اللي يهمني. الهيئة الفنية هي المنوطة بإعداد الامتحان، عملنا معهم أكتر من اجتماع، قلت لهم لازم تاخد أربع حاجات: الكتاب المدرسي معك
وهشير لنقطة مهمة جدا. الكتاب ده قد يكون منه نسخ متعددة، يعني مثلا طباعة دار الشروق، أي دار يعني أي دار نشر، أي كل دور النشر خد منها خد الكتاب بتاعها. يعني الوزارة طبعا مثلا كتاب التاريخ تحديدا في أكتر من دار نشر تاخد ثلاث كتب معك. تاني حاجة بقى مواصفة الامتحان، وده لازم أتكلم فيها باستفاضة جدا، مواصفة الامتحان، البطرون اللي هفسر عليه الامتحان، وإلا كل واحد يعمل بمزاجه كده. ودي الحاجة التانية توزيع المنهج، النشرات التي أصدرها مدير عام مادة مثلا قد يكون حذف حتة الحاجة، يبقى كل ده موجودة مع اللجنة الفنية اللي فيها أساتذة جامعة وفيها ناس ميدانيين فيها ناس تقويم تربوي، ودي اللجنة مع جهة سيادية بتضع الامتحان. طيب هي اللجنة مش واحد اللي بيضع الامتحان، امتحان الكيمياء مثلا بيوضعوه كام مثلا؟ أربعة. أربعة. بيبقى فيهم أستاذ جامعة كيمياء متخصص أكاديمي، تمام، واحد من مكتب المستشار، واحد المستشار اللي هو إيه؟ اللي هو مدير عام المادة من الوزارة، من مكتب المستشار، تمام، قد يكون هو غيره، واحد كمان بتاع تقييم وقياس، قد والرابع هم أربعة كده الوقت، أستاذ جامعة، أيوة، واحد من مكتب المستشار، واحد ميداني، وواحد بتاع إيه مواصفات الورقة اللي الميداني اللي هو عبارة يعني مثلا ممكن يكون معلم خبير، معلم بس شاطر مشهور له بالكفاءة، وطبعا في استعلام أمن عليهم كويس وحاجات يعني عشان مسألة التسريب طبعا لا وهم مع جهة أمنية بقى خلاص ما تقلقش الموضوع ده تمام يعني بيبقوا تحت الكنترول طبعا ويتم اختيارهم بعد تحريات وحاجات طبعا تحريات تحريات من عندكم وتحريات من الجهات الأمنية لا الجهات الأمنية الجهات الأمنية الجهات الأمنية هي اللي لا بس أنا قصدي يعني يكون ملفه لا ملفه عندي وظيفي طبعا طبعا صحيفة الأحوال بتاعته يعني مشهود له بالكفاءة شاطر في مادته وهكذا يعني مثلا في حد اسمه رضوى الكفارنة بيقول اتقوا الله في أولياء الأمور والطلبة بلاش مجهود أكتر من 9 شهور تضيعوه بسبب تعصب بعض الأشخاص الغير مؤهلين لوضع الامتحانات لا ده كلامش يعني مستقبل طالب وأسرة بكاملها متوقف على هذه السنة الدراسية وهذا أدعى للخوف والقلق يعني الناس قلقانة برضو الناس قلقانة تروح لا تروح تحل ال7 نماذج 9 نماذج تسع نماذج دول حلتهم بفهم هتدخل الامتحان وهي مطمئنة أنا بقولش إن هو هم اللي هيجوا في الامتحان بس لكن هم مغطيين الكتاب مغطيين المكرر الدراسة مغطينه كويس قوي فتحلهم بفهم ها إن شاء الله وتدرب نفسها ما هذا الإشكال برضو عبر بيه إن أنا لازم أخوض التدريبات يعني لازم أحل وحد يصحح لي ويقيمني مره واثنين وثلاثه على فكره دي بتديك ثقه زي لعب الكوره لازم يتدرب يعني لو نزل الماتش من غير ما يتدرب مده طويله هيبقى داخل وهو بمناسبه الكوره الامتحانات تخلص امتى سنه العام احنا 1/7 ان شاء الله ايه ده احنا كده الشباب داخلين في كاس العالم انا بس مواصفه الورقه الامتحانيه كنت حابب قوي اقول ايه يعني ايه مواصفه المواصفه دي مركز القوى امتحانات بيعملها بيمسك كتاب انا بس هتكلم على الكيمياء انا كنت مدرس كيمياء قبل ما ابقى دكتور يعني والله طبعا بيمسك كتاب الكيمياء يبدأ يشوف نواتج الأهداف بتاع كل شابتر وبالمناسبة الأهداف اللي موجودة هنا هي موجودة في كتاب الطالب عشان بس نبقى كتاب اللي هو المدرسي كتاب المدرسي على كل واحدة كده هتلاقي مجموعة الأهداف تمام يبقى إيه مطلوب منه يشرح كذا يعرف كذا يطبق كذا دي كده على كل شابتر بعد كده في عندنا حاجة اسمها المستويات المعرفية ده اللي هي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم احنا التحليل والتركيب والتقويم عمل مخلناه حاجه اسمها مستويات ايه عليا بص حضرتك عشان اطمنك قوي او اطمن الساده المشاهدين انا تاريخي اسود مع الثانويه العامه مش عايز افتكرها لا 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 ليه الناس على فكره انا عايز اقول حاجه برضو ده انت كده ليس الحصول على درجه هي نهايه المطاف بس على ايامنا كان نهايه المطاف لا انا واحد من الناس كنت عايز ابقى طبيب بالمناسبه يعني انا بقى ما كنتش ولو رجعوني زمان وقالوا لي ترجع ايه الوقت اقول لهم لا اروح كليه التربيه وابقى زي اللي انا فيه فمهم قوي ان انت تدرس وبجد اللي بتحبه ده صحيح وانا هقول اهو الثانويه العامه انت اشرت في بدايه مقدمتك ان الثانويه العامه رعب وكابوس و و و انا الحقيقه طول ما الثانويه العامه لوحدها هي الدرجات اللي الطالب بيحصل عليها المقياس الوحيد لدخول الجامعة ستظل بهذا الوضع فلازم تغيره لابد من أن يكون هناك آلية مختلفة للالتحاق بالجامعة وده اللي هيكون في النظام الجديد إن شاء الله لا التنسيق ما تغيرش التنسيق ما تغيرش حتى لو طبق النظام الجديد حتى لو طبق النظام التنسيق ما تغيرش بس أنا شخصيا كتربوي بقول واحد من الحاجات لابد يبقى التنسيق كمان إعادة النظر في آلية دخول الجامعة
صحيح التنسيق هو الحاجة الوحيدة اللي تضمن العدالة أو الموضوعية، لكن ممكن لابد أن نفكر بشكل أو بآخر في آلية دخول الطلاب للجامعة. هو عفوا بس في النقطة دي يا دكتور رضا، يعني حضرتك أكيد بتسافر برا كتير، هل في بلاد برا حاجة اسمها التنسيق؟ لا، هو في حاجة اسمها admission test، يعني أنت اللي هو الامتحان القدرات المؤهلة وتبدأ تدخل والجامعة وهكذا. ده وفي بلاد فيها التنسيق بالمناسبه يعني، بس بلاد عربيه متهيألي في فهي عايزه يعني عايزه ان انت يبقى حد معين من، يعني مثلا ايه، جزء من درجه المجموع بتاع الثانويه العامه على جزء من القدرات على جزء من طلب الادميشن تيست، يعني تبقى لها لابد من اعاده تفكير فيها بصراحه يعني. لابد من اعاده تفكير فيها، وانا بكلمك اهو بمنتهى الصراحه. يعني التنسيق يومه جاي ان شاء الله. اكيد اكيد. هخلص بس الجزء بتاع المواصفه. احنا عندنا موضوعات، عندنا نواتج تعلم، عندنا اهداف، عندنا في الناحيه الثانيه مستويات معرفيه فيها تذكر. الجدول ده انا حابب قوي، مش عارف، الاوزان النسبيه التي يجب ان تراعى في اختبار مثلا ماده زي الكيمياء. بص حضرتك، التذكر 15%، التذكر ده يعني معناها اسئله بتجيلك زي اللي في الكتاب نصا، 15%. الفهم، هو الفهم تعريفه هو ان انت تقدر تصيغ ما تعلمته بلغتك، ان تلخص، ان تشرح، ان تفسر، 30%. التطبيق يعني عندك قاعده وتطبق فيها تطبيق مباشر، دي بقى اسمه التطبيق. المستويات العليا اللي بتضمن بقى التحليل والتركيب والتقويم اللي بنقول عليها حل المشكلات، دي 20%. اذا امتحان الثانويه العامه هي نفس، على فكره المواصفات دي هي نفس مواصفات العام الماضي، ما اتغيرتش، لكن امتحان الثانويه العامه مش ما بيقص حفظ فقط، زي اهو المواصفه اهي قدامي اهو، تذكر 15%، فهم 30%، تطبيق 35%، مستويات عليا 20%. ده الحقيقه الجزء اللي باكد عليه. والناس بقى قدامها بقى اللي بيضع الامتحان قدامه جدول اهو، معرفش اتبنى ولا لا، الجدول اهو صفوت قايل في كل شابتر كام، في كل مستوى معرفي كام. يعني العمليه ليست، خليك يا دكتور رضا شويه، العمليه ليست عمليه عشوائيه، ده حاجه علميه، وهناك ناس متخصصه في هذا الوضع واعداد الامتحانات واعداد المفردات الاختباريه. فانا بطمن الناس العمليه مش عشوائي ولا فيها يعني رعونه ولا اي حاجه خالص يعني. ده الجزئيه الحقيقه اللي كنت حابب اكد عليها في هذا الجزء. يعني برضو لسه الناس متخيله انه اللي بيضع امتحان الثانويه العامه ده بيبقى كده يعني ايه، مش عارف استخدم مصطلح يعني إيه؟ لا لا، يبقى معقد. اولا هنا حصل معهم اجتماعات عديده، يعني بيروحوا الدكاترة النفسيين يعني مثلا يشوفوا مثلا. لا لا ما تقلقش يعني، والله يا جماعه يعني والله هو الناس اهو يقول لك بلاش، يا ريت حمدين، يا ريت بلاش الاسئله اللي بتيجي من المريخ، ويا ريت الامتحان يقيم قدره الطالب على فهم المنهج وربط اجزاء المنهج ببعضه. ده بقول حاجه طيب، ناس تاني بيقولوا يعني ما فيش حد عنده طالب ثانويه عامه من المدرسين والمصححين، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني عايز اقول بس اللجنه عباره عن زي ما قلنا اعضائها يعني هي لجنه وليس فرد واحد. نعم. الحاجه الثانيه كمان، هناك تعليمات وتوجيهات صارمه، الالتزام بالكتاب المدرسة. يبقى هنجيب لك حاجات من قلب الكتاب المدرسة، اظن دي ما فيش فرق خلاص. تمام. البعد عن اي حاجه سياسيه، البعد عن اي حاجه دينيه، ده 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 تعليمات واضحه. اهم نقطه كمان وضوح الصياغه، لان انا مش بجيب الغاز، انا عايز اطمئن ان ابني اللي ابتزل الامتحان ده اطمئنت عليه انه بيعرف كيمياء، فلما يدخل كليه فيها كيمياء يعرف يستمر في الدراسه. تمام. احنا لا نبحث ابدا عن الغاز، بدليل ان في طلبه بيجيبوا درجات عاليه وطلبه بيجيبوا درجات متوسطه وهكذا. طب نسمع مع بعض يا دكتور رضا يعني مطالب عينه من طلاب للثانويه العامه السنه دي، يعني يعني مطالبهم ايه، نشوف مع بعض. تحت امر. ايه اكثر ماده خايف منها السنه دي؟ فيزياء. الحقيقه الجغرافيا. تاريخ. اكتر ماده خايف منها ممكن تكون الكيمياء شويه. انجليزي. رياضة. وضع الأسئلة لازم تكون في مستوى الطالب المتوسط ولا الضعيف أو ولا السوبر يعني. خايفين مثلا من مادة الكيمياء عشان مثلا فيها حاجات كتير مثلا صعبة شوية، وعندنا مدرسين مش بيشرحوها كويس، مش بطريقة بسيطة اللي هي توصل المعلومة للطالب. لازم يحسوا بينا كده عشان هم عندهم ولاد والامتحانات بصراحة بتبقى
تبقى في مستوى الطالب اللي هو اللي هو المفروض يخش يقفل الامتحان، بس احنا مش كده خالص يعني. لا هي المواد كلها حلوه بس عايزه ناس تذاكر، يعني زي الهندسه كده فيها شغل كتير وجغرافيا مليانه كلام، وعندنا الفيزياء كلها قوانين يعني عايزه حفظ، تفضل تحفظ في قوانين في قوانين، يعني مفيش مواد صعبه بس عايزه ناس تذاكر بس. خف علينا شويه تحط الامتحان مثلا بنسبه 80% في مستوى الطالب المتوسط و20% في مستوى الطالب الضعيف، بلاش الطلبه مثلا متفوقه عشان ما فيش في مصر مثلا 3% مثلا من المدرسه يبقوا طلبه متفوقه اللي هيعرفوا يحلوا، وما يحط الاسئله سهله ما يجيبهاش لفه. يا ريت تكون الاسئله مباشره برضك بس يعني تكون اسئله خفيفه علينا شويه عشان ربنا يسهلها معانا. الضغوط بقى، الضغوط اللي بتاع الامتحانات دي مش هتبقى كمان الضغوط غير زائد الامتحانات اللي هتبقى صعبه شويه، فالاتنين مع بعض بيوتروا الواحد. ايه رايك؟ هو بص يعني انا عايز اقول في مواصفه وانا عرضتها كم في المية تذكر، ده اللي سهل خالص اللي هو في الكتاب نصا. في قسم مشترك في الاجابات الكيمياء مثلا، بمعنى يعني اكتر من طالب بيتكلم عن انه امتحان الكيمياء. بص لا لا، هو انا عايز اقول حاجه بس مهمه قوي، لازم اولادنا يتعلموا ازاي يذاكروا الكيمياء. ده بقى شغلتك. اه تخصصك. الكيمياء لا يتعامل الطالب مع المعادلة، ولكن يتعامل الطالب مع معادلة على أنها تفاعل كيميائي يعبر عن متفاعل يعني يفهمها كمعادلة. المعادلة هي تجريد لعملية، فلما يفهم ده خلاص هتلاقي الدنيا منطلقة تمام معاه. الفيزياء نفس الكلام، لا يتعامل مع القوانين الفيزياء على أنها قوانين رياضة، ولكن أتعامل معها كظواهر فيزيقية لها مدلول. فده ده 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 مهم قوي في سواء بقى مذاكره الفيزياء سواء مذاكره الكيمياء. عايز اطمنهم بس ان في التزام بالمواصفه، وستجد في المواصفه اسئله حلتها قبل كده، شوف انا بقول اهو، واسئله بسيطه جدا، و20% هي اللي فيها المستويات المعرفيه العليا. اعتقد احنا بنراجع الامتحان بعد ما بيوضع، ولو في حيود عن المواصفه دي احنا بنعمل اجراءات في سواء بقى في التصحيح في آلية التصحيح نفسها أو في الوضع الامتحان. دكتور رضا، يعني تقييمكم لتجربة البوكلت؟ الحقيقة أنا عايز أقول مش تجربة مش تقييم أنا لوحدي، ده تقييم الدولة كلها. العام الماضي انتهى حاجة اسمها تسريب، ولازم أفرق بين تسريب وغش. التسريب إن الامتحان يطلع قبل ميعاده، الحمد لله لم تحدث نهائي ولن تحدث ولا هتحدث بإذن الله، أن هناك جهات الحياة بتعمل معنا بشكل قوي جدا في هذا الأمر. الغش كان في غش إلكتروني وغش جوه اللجان. لما عملنا الكراسة الامتحان، احنا هو الحكمة أن احنا فردنا الأسئلة ليه؟ عشان الطالب لما يصور ورقة يبقى ما صورش امتحان. يعني أنا فرد الأسئلة على مثلا 20 صفحة مثلا، عشان لما لو صور ورقة إيه اللي يحصل؟ هيبقى سؤال واحد. تاني حاجة كنا حاطين حاجات في الورقة هتجيب الطالب، وأنا بقول لهم السنة دي حاطين حاجات هتجيبك. كنت السنه اللي فاتت كنت بقول 4 دقائق، السنه دي هتبقى 2 دقيقة. هتجيبه ازاي؟ هنعرفه، بنوصل له. بتعرف يعني الطالب اللي هو غش اصلا؟ ازاي الطالب اللي شير لزمايله؟ اوكي، كنا بنجيبه بعد 4 دقائق. العام ده هنجيبه في زمن اقل، 2 دقيقة ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم، يعني انا مش عايز ادخل ان احنا، انا عايز الطالب يدخل الامتحان يحل هدوء، ما يعملش شغب. الملاحظ اللي عليه تعليماتنا له ان هو يمكن الاولاد من ان هم يحلوا. مش داخلين في حرب. انا بس كل ما في الموضوع استاذ عمرو، انا بضمن حق كل طالب. انا لو سبت الناس تغش ايه اللي يحصل؟ هتضيع. ما في ناس ضاعت حقها. يعني انا بضمن تكافؤ الفرص، عشان كده عملنا الاربع صور. الاربع صور مش 4 فيرجن عشان بس الناس، 4 صور يعني هم نفس الامتحان. نفس الامتحان بس الترتيب ايه مختلف. فلما يطلب من زميله يقول له السؤال رقم 1 عنده غير واحد عنده هو عند التاني، لان انا بعمل الف وباء وجيم وايه ودال. بحس انه ما يقدرش حتى يكلم زميله حتى حتى لو خدها منه هياخدها ايه غلط، وما عادش حد فاضل حد بقى خلاص في اللحظه دي. فده الحقيقه واحد، انا بقول السنه اللي فاتت مفيش تسريب، حدينا من الغش تماما. قوات الامن الحقيقه ساعدتنا وستساعدنا في بعض اللجان اللي بنقول عليها لجان ملتهبه بالمناسبه، عشان بس نبقى واضحين حاصرينها هذا العام والله.
يعني استفدتوا من خبرات السنوات الماضيه؟ طبعا بقول لحضرتك لازم يعني اللجان الملتهبه محصوره. ده في لجان يعني دي معروفه. ما انا هقول لحضرتك اهو في الصعيد، خلينا نتكلم في يعني في الصعيد، بس مش عايز انا كرئيس اتحاد مش عايز اقولها. في الناس في لجان احنا حاصرينها وناس بتحول لها مخصوص، بمعنى طلبه يحولوا للمدرسه دي مخصوص. طبعا عشان فيها غش. طبعا انا مانع التحويلات والسيد وزير مانع التحويلات، مفيش تحويلات السنه، لكن ممكن يكون حصل تحويلات. حلو، انا بعت اجيب اسماء الناس اللي تحولت. ايه اللي هيحصل معاهم؟ ايه اللي هيحصل معاهم؟ انا طبعا هو حول خلاص واكتسب حق يعني، لكن راح للجنه من وجهه نظره. حلو، انا مش هقعدهم كلهم في لجنه واحده. يعني مثلا 10 حولوا للجنه دي، ال10 دول هفرضهم على اربع على ال10 لجان اللي حواليه لا يعني معلش، هي اللجنه الكبيره دي فيها فصول زي فصول كده. أيوه. انا مش هقعدهم ال10 في فصل واحد. هقعدهم كل واحد في فصل، يبقى وص بقى على ال10. معايا حضرتك؟ دي اول ايه حاجه. الحاجه الثانيه بقى تامين. طب ما هي اللجنه يعني معلش يا دكتور، لا تفضل. يعني ما هي اللجنه معروفه ان هيحصل فيها غش، هيحصل في الفصل ده، هيحصل في الفصل الثالث والرابع. لا ما كانش بتحصل كده. هو بيحصل طبعا يعني، وده يعني انا منع تماما ان بيحصل تقصيه. الاولاد اللي نقلوا دول اولاد مؤثرين، اولاد ناس في اي بي، مؤثرين وخلاص، اولاد ناس في اي بي، فبيبقوا موجودين في فصل واحد ويتوصى عليهم في الفصل ده. والا تبقى فيه هرج ومرج في اللجنه كلها. دي تبقى. طب السنه دي كم نسبه اللي تحولوا او كم عددهم؟ لا عددهم انا بعت اجيبه. انا بقول لحضرتك اهو، وهوزعه واديت تعليمات للكنترولات لما يجوا يعملوا كشوف المناداه ما يحطهمش مع بعض ابدا. طب وايه سبب، ايه سبب التحويل؟ هو في اشاعه عندهم ان اللجان دي اهدى. لا انا قصدي ايه اللي استندوا ليهم عشان يستندوا عليه عشان التحويل. طبعا دي لو فيها تغيير محل اقامه. انا يعني مثلا ضابط واتنقل، اسره واتنقلت، خلاص هتسيب ابنه هناك ويتنقل. لا دي الطرق الشرعيه او المتطلبات للايه، لعمليه النقل. زياده الامن، وده بقولها اهو، امن الامن امن الامن مش الامن، في امن اداري جوه اللجنه وفي امن خارجي. والامن اللي بره زيادته، ولان انا عاملين حاجه السنه دي اسمها لجنه اداره الازمات بكل محافظه برئاسه السيد محافظ. فدي على طول فيها، فهيبقى في امن بره اللجنه من الشرطه، وفي امن اداري جوه، وفي عصا الكترونيه عددها زايد. دي العصا الالكترونيه، العصا دي اللي بتفتش على الموبايل. تمام. دي صيناها اكتر، جددناها، زودناها، بحيث يبقى اللجان دي فيها ايه، الطالب طبعا أكتر. مش هيقدر يدخل بالموبايل، حيازه الموبايل جريمه. طيب. القانون 73000. طب والسماعات دي برضو ما هي نفس الكلام. اي شروع في الغش يحرم من الماده فورا. لو غش وشير دي نيابه. احنا طبعا انا هبقى يعني هبقى واضح. مش حابب اتكلم في التهديد، في التهديدات دي خالص. هي تحذيرات، تنبيهات. طالب لو شير كده دخل في قانون 73 اللي بيقول من 100 ل 200 الف غرامه ومن سنه لسنتين حبس. حبس. انا الحقيقه الشؤون القانونيه اللي عندي في اللجنه تحقق مع الطالب، ويتبعت هذا التحقيق الى الشؤون القانونيه في الوزاره. وبعد كده الوزاره بتحيل هذا الامر للنيابه هي وشأنها. ده بس عشان تبقى الدنيا انا بسيب الطالب يمتحن بالمناسبه عشان تبقى حضرتك عارف. يعني انا برضو بسيبه يمتحن ونحقق معاه بعد نهايه اليوم الامتحان، وبسيبه يحضر الايام اللي باقيه. لكن في الاخر هيطلع قرار. في القرار ده مين اللي هيطلع؟ معلش برضو انا مش فاهمها دي. يعني مثلا لو واحد طالب ضبط انه بيشير في نفس ده بعمل ايه بقى فيه؟ بيتعمل له محضر من الملاحظين. بس بتسيبه يكمل الامتحان؟ طب اقول ليه؟ هتعمل توتر. لو انا تخيل بقى ان انا طلعت 3-4 من اللجنه دي ومنعتهم، هيحصل هرج ومرج طبعا. فانا برضو معلش، انا مدرسيني والملاحظين هم اخواتي. وحرصا على الطالب برضو يعني. ربما قرار يبقى القرار ما يدينوش، والتحقيقات تبقى ما مش دينه قوي. ايوه. فيحرم من الماده دي، يبقى بدل ما كان انا امنعه خالص. لا انا استنى برضو تحقيقات وقانونيه تبقى يعني نديله حقه لو له حق يعني. فده الحقيقه اللي انا بس حابب اكد عليه. بلاش
يعني ما نفكرش في الغش خالص. انا عايز السنه دي اطلع كده ما الاقيش ولا حاله، اطلع كل يوم مؤتمر صحفي اقول ما رصدناش ولا حاله. انا تبقى دي قاعده فرحتي الكبيره جدا ان انا كل يوم في امتحان اطلع اقول لم نجد حاله غش هذا هذا اليوم. طيب دكتور رضا، يعني برضو ارجع لنقطه حضرتك مريت عليها كده يعني مرور سريع، اللي بيوضع الاسئله مفترض انه ما يكونش عنده توجهات لا دينيه ولا سياسيه ولا عقائديه ولا ايديولوجيه، هو بيتفحص امنيا كمان بالمناسبه، يعني بيتفحص امنيا. انا بقصد ما يجيبش حاجه في الامتحانات فيها في يعني ما يلمحليش كده في سؤال في حته سياسيه او 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 ايضا اللي بيصحح. ده حلو قوي، برافو، هايل. اصل اللي بيضع اللجنه اربعه، انما اللي بيصحح دول الاف. صحيح. الحقيقه السنه دي هو مشترطين ان اللي بيصحح يكون بتاع الماده وفي مرحله ثانويه، ودي اللي اسمها لجان الاداره اللي بتوزع الناس دي بتجيب الكشوفات. طبعا لو حد عنده اي حاجه تحقيقات بيحرم، لكن خليني اقول لحضرتك الاتي. الناس اللي بتصحح دي لو فيهم مدرس بتاع كيمياء صحيح بس بقاله كام سنه ما بدرسش سنه ثالثه، فهيبقى معلش الفته بالمنهج قد تكون ضعيف مش قوي. مظبوط، متفق معايا يعني؟ تمام. فاحنا السنه دي هنعمل اتي، عقب كل امتحان هنعمل فيديو كونفرنس مع مقدر الدرجات على مستوى الجمهوريه، كل الجمهوريه. مين بقى هيكلمهم؟ مدير عام الماده مع بعض من اللي وضعوا الامتحان يتكلموا في الامتحان وفنياته وفي الماده العلميه المتضمنه في الامتحان. ليه بقى؟ علشان لو في غموض في جزء يبقى عارفه. انا ببقى عامل اللجنه الفنيه بتبقى عامله نموذج الاجابه، مظبوط، وحاطه ووضع ادي الاجابه اهي وادي الدرجه بتاعتها اهي. الفيديو كونفرنس ده قد يطلع منه اجابات جديده للسؤال فتوضع بدائل الاجابه. يعني يبقى ايه السؤال ده لو اجابته دي ماشي، ولو اجابته دي ماشي، ولو اجابته ده ماشي، بناء على مين؟ على اللقاء الفيديو كونفرنس اللي مع وضع الايه مع مقدري الدرجات. ودي واحده من الحاجات اللي اول مره تحصل في الثانويه العامه، هي لقاء فيديو كونفرنس اللي وضع الامتحان مع المقدرين يتناقشوا، ولو تطلب تعديل نموذج الاجابه بنعدل نموذج الاجابه، لان انا في الاخر طالما هي اجابه صحيحه ياخد على الطالب الدرجه. وفي حاجه اسمها درجات الرأفه لا، الرأفه دي احنا عندنا مثلا اربع درجات او خمس درجات في كل ماده. لما الطالب بيوصل مثلا في اقل في الكيمياء مثلا من 45 من 60 له ثلاث درجات رأفه، لو هو وصلهم بندهم له بالاخضر. يعني خلاص بيوصل لهم يعني. انا بقى عايز اقول لك على حاجه، في طلبه كانوا يجوا لي يقول انا مش عايز الرأفه. ليه؟ مش عايز الرأفة. غريبة. ليه؟ لأنه لما نجح ما عادش ينفع يعيدها. فلا هو عايز يعيدها السنة اللي بعدها عشان ياخد درجتها فعليا. خد بال حضرتك، فلما أقول له جاب كام؟ يقول لي جاب 30 من 60، أشك إنه واخد رأفة. قال لي 32، أقول له لا ما تاخدتش. خلاص يبقى هو ما دام عدى النص مش هياخد إيه؟ مش هياخد رأفة. فالحقيقة دي ضوابط الحياة مع مقدر الدرجات إحنا يعني واخدين بالنا منها. مش عارف، حابب اشير لابنائنا في شمال سيناء. والله ده انا جالي برضو اسئله انه برجاء الافاده يا استاذ عمرو عن طلاب العريش الثانويه العامه وجميع المراحل لا يعرف مصيرهم حتى الان، وهل سيمتحنوا ام لا؟ لا ان شاء الله. انا هتكلم عن الثانويه العامه تحديدا يعني. هناك توجه تنسيق كامل مع القوات المسلحه وغرفه العمليات، تنسيق تام جدا. وانا بقول لكم اهو هناك توجه كبير ماشيين في اتجاه ان الطلاب سيؤدون امتحانهم في اماكنهم باذن الله. في سيناء. في سيناء. شمال سيناء. بس ده بالتنسيق مع الـ مع الـ مع الجهات الامنيه، تنسيق تام. سواء بقى مراكز اسئله، سواء استراحات مدرسين، سواء لجان هناك، والكلام ده متسلم وحواليه نقاشات، وان شاء الله هيمتحنوا في مكانهم. بس عايز اقول لهم حاجه. احنا اولا النهارده تحديدا في قافله تعليميه جايبين لهم احسن مدرسين في مصر بالشراكه مع وزاره الشباب وموجوده النهارده في العريش. عملنا لهم سيديهات تفاعليه
مش بي دي اف بس عشان الناس يعني المنهج تفاعلي كان مدرس بيشرح وموجود على السي دي موجوده على واتسلمت وموجوده في ايد اولادنا الوقت. النصيحه اللي هقولها لهم بقى، الطالب اللي شايف نفسه مش قادر يمتحن الدور الاول يقدم طلب واحنا هنوافق له يدخل الدور الثاني وياخد الدرجه اللي يجيبها. دول بس شمال سيناء. شمال سيناء. الباقي اللي عنده عذر قهري من التامين الصحي بنقبله. لكن احنا بنقول اهو السيد الوزير وافق على هذا الكلام ان احنا الطالب اللي عايز ياجل امتحانه للدور الثاني احنا موافقين. ولذلك انت وانت في اللجنه بقى، انا برضو دي نصيحه بقى لكل طلبه مصر. دي قابلتني السنه اللي فاتت، طالب يجي يقول كان عندي تعبان وكنت وتعبت وانا عايز اعيد الامتحان. يا حبيبي ما دام ما جاش تقرير من اللجنه ان انت كنت مريض بطبيب اللجنه ورئيس اللجنه انا ما اقدرش اعيد لك. ولذلك بقول للطلبه في حاله لو انت حصل لك اعياء وما انتش قادر تكمل قول اطلب رئيس اللجنه وقول انا مش قادر اكمل عشان يتعمل ايه؟ محضر. المحضر يجي مع ورقته ساعتها في اللحظه ديت انا اجل له الامتحان. ده انا بتكلم على مين؟ على الطلاب، كل طلاب مصر. اما الطالب اللي هو بيعتذر مسبقا ده لازم كشف من التأمين الصحي. انما لو اثناء الامتحان جاله اعياء جاله يتعمل تقرير لازم، ودي حاجه وقعوا فيها ناس كتير. يعني هو تحامل على نفسه وبعدين ما حلش كويس. طب مش ممكن حد يستغل ده بمعنى انه يعني ولا في طبيب وانا انا هي راجعتها للطبيب مش انا اللي بكرر ولا حتى الملاحظ اللي بيكرر. تمام. الطبيب هو الذي ايه الذي يكرر. انا بس طيب. الجزئيه دي طالب في حاله رسوبه في 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 شمال سيناء قد لا عشان بس ما فيش دور ثالث لان الوقت بالراحه عشان الحته دي. انا طالب اجل ودخل الدور الثاني ما يجيش يقول لي اعمل لي دور ثالث ما عنديش خلاص لا بس ممكن اقول له دي سنه مش رسوب ما احسبهوش له سنه رسوب. بمعنى هو احنا عندنا سنتين تدخل الامتحان مرتين نظامي ومرتين منازل. انا بقى في المره دي مش هحسبها له سنه رسوب يعني يقدر يدخل تاني مرتين تاني للثانويه العامه. كل التسهيلات بنعملها لهم. انا بس بقول لهم ذاكروا جدعنوا ان شاء الله ربنا يوفقكم والامتحانات ان شاء الله السنه دي يعني جميله واولادنا اللي عندهم قلق دول يبداوا يعني طيب. الاولاد واولياء الامور ايضا يعني يمكن من اولياء الامور مدام منال دلوقتي معايا من الجيزه. مدام منال مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم سؤالك للدكتور رضا حجازي. بعد اذن حضرتك انا بنتي كانت في ثانويه عامه السنه اللي فاتت. تمام. انا عايزه اقول لك اشيد بالبوكليت بصراحه هو ممتاز جدا. البنت عرفت تحل فيه رغم ان هم ما تدربوش عليه مش مشكله. عرفنا البنات شويه بيعرفوا يتاقلموا بيعرفوا البنات بالذات غير الولاد بيعرفوا يتاقلموا على المواضيع وبيعرفوا يحلوا مشكلتهم. البنت عرفت تحل بوكليت رغم ظروف رمضان والصيام والدنيا العظيمه اللي احنا فيها. بس انا كان بالنسبه لي البنت تعرضت لقهر جامد جدا لان اخوها كان السنه اللي قبلها كان من الناس اللي هم بيشيروا الامتحانات. الولد جاب 97 وهي ما كانتش بتنام الليل جابت 90. طبعا هو 90 حلو بس كان مش يا مدام منال اخوها كان من اللي بيشيروا الامتحانات؟ لا اللجنه كانت مش قادره اقول لك مش قادره اقول لك يعني على ولا حرج على كان حاصل في اللجنه كان حاجه يعني مش قادره اقول لك يعني يعني مش قادره اقول لك. المهم حضرتك احنا الحمد لله البنت حصل طبعا انت عارف السنه اللي فاتت الحاجات اللي هي في التصحيح كان السؤال غريب وليه ثلاث اجابات وليه خمس اجابات قالوا هنراعي الحاجه دي في التصحيح. على فكره ما اترعتش لان انا عملت اعاده تصحيح قلت مش مشكله المادة بتدفع فيها 100 جنيه مش أزمة بقية المصاريف عملت لها إعادة تصحيح لأن البنت ممتاز. هو إحنا حصل عندنا مشكلة في العربي والإنجليزي مش مشكلة هي حصل عندها أزمة صحية العربي والإنجليزي إنما الفلسفة وعلم النفس البنت مقفلاه. أنا في سؤال عندي أنا عايزة أقول لك طب شوف لي حل لدرجة إن أنا كنت بفكر أرفع قضية بس قلت هاخد إيه؟ تحصيل حاصل. البنت كانت مجاوبة السؤال قول الإجابة صح أو غلط هتاخد فيها درجه. البنت كانت مجاوبه الاجابه صح يديها نص ازاي ما هي صح تاخد درجه يا تاخد صفر ازاي نص. وقلت وعملت اعاده تصحيح وقلت للاستاذ اللي بيبقى موجود في اللجنه ده اللي هو بيدينا نموذج الاجابه ومش عارف يقول نموذج الاجابه كوبي يعني راس السؤال اجابه راس الاجابه كاتبها كوبي الشرح طبعا شرحها باسلوبها
بنشوف الموضوع ده. بقول له حضرتك بص حضرتك الاجابه طبعا انت مش مصدقني، بس يعني مش عارفه هتصدقني ولا ايه، بس هو ده اقسم بالله العظيم ده اللي حصل. البنت انا شفت البنت بتقول لي اهدي يا ماما واحنا بنعيد تصحيح. ايه ده يا ما هو يا صح تاخد درجه يا غلط. طب خليكي معانا يا مدام منال نسمع اجابه الدكتور رضا. يا ريت. اتفضل يا دكتور. انت فرحانه الاول يا استاذه منال بان بنتك بال 97 ولا بال 90؟ لا انا فرحانه بال 90 بس كده خلاص. البنت في قهر. احنا عملنا اعاده بصي انا عايز اقول لحضرتك احنا عملنا اعاده تصحيح للمواد في مادتين البنت ناقصه 7 درجات في المواد. ماشي. وعملنا وقالوا لنا مش المدرسه قالت لها ما تعمليش اعاده تصحيح. على فكره احنا كنا بنمر بظروف صعبه جدا انا مش فاهمه ايه هي. بصي يا استاذه منال انا بس عايز اطمنك العاب الحالي نموذج. لا ما انا خلاص ما عنديش ولاد داخلين ثانويه عامه. انا بس بقول لحضرتك اللي بيجرى في ولادنا. تمام. ولادنا ترند تجارب ما ينفعش. لا هم ينفعش. على فكره بس برضه ارجع واقول لك البوكلت ممتاز. انت على فكره هم ولادنا برضه. طب انا فين انا يعني انا عايزه بنتي تاخد السبع درجات. البنت دخلت كليه مش هي مش عايزاها. ارفع تتمنى كليه معينه وفحتت نفسها عشان تجيبها. هي دخلت كليه ايه يا مدام منال؟ والله دخلت اداب يوناني. اداب يوناني. طب وكانت عايزه ايه؟ كان نفسها في اعلام. في اعلام؟ اه. طب انا ما دخلتش اعلام وانا اعلام اهو. عادي جدا. هي بذلت مجهود. بص حضرتك انا ابذل مجهود وحق مجهودي اخده. يا مدام منال مجهودي اخد اعيد تصحيح الاسئله والاقي اجابتي صح ويقول لي اكتبي وجهه نظري ما يتاخدش بيها. بص يا مدام منال سلمي لي عليها اولا قولي لها عمو عمرو دخل صيدله واشتغل اعلامي. صحيح. شكرا. انا بس عايز اقول حاجه السنه دي نموذج الاجابه. ما ده الكلام اللي كنت بقول لحضرتك ان احنا في الكونفرنس او الفيديو كونفرنس هنعمله مع المصححين او المقدرين قد نتلقى بدائل لاجابات وبالتالي يبقى كل نموذج الاجابه فيه كل الايه كل البدائل المحتمله للاجابه. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان توزيع الدرجه على النموذج على الخطوات وليس توتال وليس على النتيجه النهائيه. ده من شانه يخلي التظلمات تقل باذن الله اللي هي بتتكلم عليها. بس لو عايزه ترفع يعني هو انت ليك الحق شرعي في الاتي. تظلم ده خلال شهر من بعد النتيجه وده بيراجع لا بس خلاص ده دخلت هي لا دخل لا لا, لا ما انا هقول الحق الثاني. بتراجع عدم اجزاء مش مصححه اجزاء غلط اجزاء قصدي مش متجمعه لكن لها الحق ترفع قضيه وهتصحح الورقه باكملها من, من, من اول وجديد. تمام. وفي ناس بتزيد على فكره عادي جدا يعني. طيب. لكن برضو ما هي الزيادات مؤثره. انا بقول اهو وانا من موقع ده تظلمات سبع درجات تظلمات. بص حضرتك خلينا ابقى صريح كده. طالب لما بروح مع مامته ولا باباه بيقوم رامي اللوم على مين؟ ظلموني عملوني. يعني مش طب مش هل مش بيكون فعلا في طلاب اتظلموا؟ في اه في ولا يعني عندي نتيجه تظلمات بتطلع. طيب. بس بتطلع نص بتطلع درجه اقصى حاجه درجه ما بتطلعش سبع درجات. ده يعني انا بالنسبه لي طيب. شايفه يعني طيب الاستاذ محمد من القاهره. الو مين معايا يا فندم؟ انا محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. هو انا كنت عايز اقترح حضرتك الدكتور انت في سنه كام؟ في سنه كام يا محمد؟ انا دلوقتي انا في تانية اعدادي اختي في ثالثه ثانوي. تمام. انا دلوقتي عايز اقول لو حضرتك قلت لو السنه اللي فاتت اي حد بيشير الامتحان جبتوه في 4 دقايق السنه دي هيجيبوه في 2 دقيقتين. تمام. الكلام ده حضرتك لو على الفيسبوك. انا مش عايز اعرف هي جهات ايه اللي قالت كده. لا والواتس إيه والواتساب هنجيبه يلا يا عم. ايوه الواتساب ازاي حضرتك مالكش دعوه بقى ده شغلنا. حضرتك يبقى كده في تجسس. هنجيبه خلاص مالكش دعوه. محمد انت في سنه ثانيه اعدادي فعلا؟ اه جد. بس بسم الله ما شاء الله يعني محمد مركز. لا بيتجاب لهم بطريقه بيتجاب. طب انت قلقان على انه اختك يعني مش هتتجاب؟ لا مش على حكايه اختي مش من النوع ده. طيب طب ماشي يعني ونظام البوكليت جديد وبيخوف الصراحه يعني. بس انت لسه في ثانيه اعدادي يا محمد يعني. طيب طبق عليك النظام الجديد يا محمد. انت طبق عليك النظام الجديد. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا محمد والتوفيق يا حبيبي. الاستاذ صلاح من القاهره. مساء الخير يا استاذ صلاح. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا اتفضل يا فندم. خليني امسي عليك. انا اسمي صلاح البلوك. حضرتك صديقي في الاساس لو كنت فاكر. اهلا وسهلا. ومسي على الدكتور رضا. اهلا بيك يا استاذ صلاح. من شمال من العريش
العريش. ايوه طبعا. اهلا بيك. زميلنا الصحفي والمراسل الاستاذ صلاح البولك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ايوه انا سبق وتحدثت للوزير، بعت له على الواتساب بخصوص طلاب شمال سيناء، والوزير فيما يبدو راى ان الامر انه يبحث مع الدكتور رضا، ما يبحثش مع الوزير، انه الامر اقل من ان يبحث مع الوزير. العرض الذي قدمه الدكتور رضا حجازي فيما يخص طلاب شمال سيناء عرض ظالم للغايه. يعني بدلا من ان نعوضهم ان هم ضحايا هذه المعركه هم واهاليهم، احنا للاسف الشديد الطلبه دي ما بتعرفش حتى تروح تاخد درس. يعني انت ترم كامل ما راحوش في مدرسه ولا عرفوا يروحوا في دروس. انا بنتي في ثانويه عامه زيها زي الباقيين، بتمشي ساعه عشان تروح الدرس لانه ما فيش هناك بنزين، مش عارفه تروح لا بعربيه ولا بمواصلات، وترجع لها ساعه وتاخد لها درس ساعه وفي النهايه تنام. يعني هي ما عندهاش اي قدر من المساواه مع الطلبه، وفي الاخر اروح بعت لهم سيديهات فيها المنهج اللي في الكتاب زي ما هو، واروح اعمل لهم محاضرات فيها 2500 طالب. الطلبه النهارده خليهم يدوا يجيبوا لحضرتك تقرير يا دكتور رضا اللي انا بقوله لك ده من الناس اللي هناك، والطلبه بكره مش هتروح لانهم حسوا ان هم ما استفادوش. وبعدين اقول لهم لا، اللي عايز يمتحن في الترم الثاني يمتحن في الترم في الدور الثاني، وما قدموش كمان فرصه ثانيه، واسويه باقي طلاب الجمهوريه اللي عارف ياخد درس ولا خد في مدرسه، هي المدارس كلها اصلا فاضيه وما بتروحش ثانويه عامه. هذا العرض فيه ظلم بين، عايز اقول لك تركتم اثار نفسيه سيئه جدا على الطلاب بشكل لا تتخيله، لن يحلوا الا قرار استثنائي. زي ما هم عاشوا ظروف استثنائيه يبقى لازم يكون لهم قرار استثنائي. انا مش بقول لك غششهم في الامتحان، انا اولادي مثلا على سبيل المثال اللي كانوا بيطلعوا من الاوائل دول في سنوات النقل هيعملوا ايه؟ البنت اللي طلعت الاولى على الشهاده الاعداديه السنه اللي فاتت ومش هتاخد كمان الترم الثاني كله على بعضه، هتدرس ازاي في اولى ثانوي؟ هتعوضها الكلام ده ازاي؟ كيف لوزاره التعليم ان تكون لديها رؤيه واستراتيجيه لمواجهه هذا الامر الاستثنائي؟ طب نسمع رد الدكتور اولا انا لو بايدي امتحنهم تاني، لكن انا في تشريع قانون، القانون بيقول امتحان الثانويه العامه امتحان عام، قانون بيقول امتحان الثانويه العامه امتحان عام، يعني صعب يكون في استثناءات قانون. غيروا لنا التشريع وانا موافق، بس عشان يعني نبقى قانون بيقول امتحان الثانويه العامه امتحان عام يجرى في نهايه السنه الثالثه، عشان اغير اي حاجه واعمل لهم حاجه لوحدهم هم مخصوص، ده يبقى انا ضد اختراقت القانون. هات لي تشريع وانا اعمله اقول ايه. لكن انا بقول انه هيدخل دور تاني شايف نفسه مش قادر هيعيد السنه ومش هحسبها له سنه رسوب، ده اللي اقدر عليه، ده الحقيقه الجزء ده. الاعدادي بقى والنقل والكلام ده هناك تصور مقترح بيدرس الان ان احنا هناخد درجه الفصل الدراسي الاول ونعتبرها مجموع اعتباري مع عقد دروس لهم في فصل الصيف عشان يمكنهم من المعلومات اللي ناقصاهم عشان لما يروحوا السنه اللي بعدها يقدروا يوصلوا الدراسه. طيب الاستاذ ولاء من الجيزه. استاذ ولاء مساء الخير. استاذ ولاء مش عارف، يا اما هو مش سامعني انا مش سامعه. استاذ ولاء فقدنا الاتصال بالاستاذ ولاء من الجيزه. الأستاذة شازة طالبة، شازة من الأليوبية. شازة مساء الخير. شازة ألو مساء الخير يا شازة. مساء النور، ازاي حضرتك يا أستاذ عمرو؟ أهلا بيك. أيوة ازاي دكتور رضا حجازي، ازاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا شازة. أيوة أنا شازة من ثانوية عامة الشعب الأدبية السنة دي الحمد لله. يعني أنا كنت متصلة علشان بصراحة يعني نظام البوكلة نظام جميل جدا، وإحنا لما بنتدرب عليه في خلال السنة هو قد إيه مميز وقد إيه بيخلي الواحد يعني فاهم وقد إيه فعلا قايم عن الفهم، برغم أن شعب أدبية يعني مجرد يعني الحفظ فيه عامل كبير، بس ليه يعني ليه بيحدد الإجابة وبيحدد قد إيه البني آدم إن هو يكون بيحل وهو فاهم، مش مجرد إن هي زي كراسة إجابة زي السنين اللي فاتت كان الواحد مثلا بيقعد يكتب السؤال في يعني في اكثر من صفحه ومش عارف بقى والدنيا مبهدله معايا ومش عارفه ايه. بس نظام البوكل بصراحه نظام جميل جدا، وبصراحه يعني انا عايزه اقول حاجه يعني مش مثاليه، بس منهج الثانويه العامه من احسن المناهج اللي انا درستها في حياتي. شذا انت قريبه الدكتور رضا يا شذا؟
لا والله العظيم ابدا. ده بس انا عندي بقى حاجه صغيره كده عند دكتور رضا. هو من كام يوم كده كان بيكرم مسابقه اوائل الطلبه للثانويه العامه في عجوزه وكده، وبعدين انا بصراحه انا مدرسه رسمي لغات، فانا ما عرفتش اشترك في المسابقه دي، وعلشان انا مدرستي رسمي لغات والمدارس الحكوميه بس اللي هي العام بس هي اللي بتشترك فيها، فانا بصراحه زعلانه جدا من النقطه دي يا دكتور. ليه؟ مسابقة أوائل الطلبة، حاضر. مسابقة أوائل. أنا بس طبعا عايز أشكر. طب شاذة، أنت مش خايفة من الامتحان السنة دي؟ لا طبعا طبعا لازم يكون في مخاوف طبعا، بس خوف صحي يعني عمري من الامتحان يعني، بس إن شاء الله ربنا معانا يعني، إن شاء الله بيعمل اللي عليه وإن شاء الله ربنا معانا، وأيا كان إيه النتيجة الواحد بصراحة راضي، أهم حاجة إن هو يعمل اللي عليه. أنت عايزة تدخلي إيه؟ عايزة تدخلي إيه يا شاذة؟ أنا بإذن الله عايزة أخش اقتصاد وعلوم سياسية إن شاء الله. إن شاء الله تجيبيها. وشكلك كده من نبرات صوتك ولغتك الحلوة. أنا كنت لسه عايز أقول التعليق ده. يعني لا إن شاء الله هتجيبي اقتصاد وعلوم سياسية، ده أنت يعني ممكن تدخلي طب. يا رب يا دكتور، وكرمنا بقى من أوائل الجمهورية السنة دي إن شاء الله، ونسلم عليك يا شذا. أنت ممكن تدخلي طب من أدب يا شذا من صوتك. أنا ما عنديش مشكلة أي حاجة. لا قدرتك على قدرتك على التعبير، قدرتك على العرض، قدرتك على نبرة صوتك وثقتك بنفسك، على فكرة دي المواصفات اللي إحنا عايزينها في ولادنا. انا ممكن اكون جايب مجموع كبير جدا بس ما عنديش المهارات دي في سوق العمل بعد كده والنجاح في الحياه العامه بعد ذلك، يحتاج تلك المهارات. علوم سياسيه تبقى سفيره ان شاء الله. الاستاذ رشاد من العريش. الاستاذ رشاد، يا السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ رشاد. ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. يا اهلا دكتور رضا. اهلا بيك يا استاذ رشاد. لو سمحت يا فندم، والله بس استفسار بعد اذن حضرتك، بالنسبه للطلبه اللي هيدخلوا اولى ثانوي منازل السنه الجايه، هل هيطبق عليهم النظام الجديد ده؟ خلينا بس الملف بتاع الثانويه العامه الجديده ده مع السيد الوزير، وان شاء الله ما يدخل حيز تنفيذ هتلاقوني طالع وبتكلم فيه باذن الله. يعني انا مثلا ابني هيدخل اولى ثانوي السنه الجايه منازل، انا اتوقف مدرسه ثانيه فانا عاوز ادخله منازل، هل ينفع هيطبق عليه النظام الجديد؟ لسه هقول، مش هقدر اقول لك دلوقتي لان كل ده لسه احنا بنشتغل فيه، ولما هنخلص هنقول لك باذن الله. شكرا. شكرا جزيلا استاذ رشاد. الاستاذه خلود من الجيزه. استاذ خلود مساء الخير. الاستاذ محمود. الاستاذ محمود مساء الخير، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا. تحياتي لاستاذنا الاستاذ الدكتور رضا حجازي. ربنا يخليك. معاك المهندس محمود الطيب، عضو مجلس عمنا مدرسه الاورمان الثانويه الدقي. اهلا بيك يا استاذ محمود. بعد اذن معاك انا اتكلم في نقطه من اربع محاور. الاربع محاور كتير يا باشمهندس محمود. على طول. لا خليهم محورين. طيب المحور الاول يا فندم، بالنسبه لامتحانات ثانويه العامه النقطه ده شيء جميل جدا. احنا ممكن بعد اذن معالي دكتور ناخد متوسط لعدد الطلاب، يعني احنا مثلا في مدرستنا 1400 وحاجه طالب ثالث ثانوي، فعشان نضمن عدم الغش وعدم التسريب وعدم اي حاجه، احنا ممكن ناخد متوسط لعدد الفصول اللي موجوده، نحدد مثلا 30 طالب لكل فصل، او ناخد متوسط بحيث ما يحصلش عجز او نقص في اخر فصل، ونعمل مجموعة نماذج مختلفة بحيث ان ما يتكررش داخل الفصل الواحد الامتحان البوكلت، يبقى ممكن يتكرر في فصل تاني وثالث وهكذا، بس ما يتكررش داخل الفصل الواحد. دي اول نقطة، وخاصة ان احنا دلوقتي معظم المدارس مراقبة بالكاميرات، فممكن السيطرة من خلال المراقب الداخلي على الدور ومراقب الفصل، وكمان لو في لجنة قاعدة قدام مينيتور في داخل المدرسة تراقب كله، حتى المراقب نفسه يراقب عليه. دي نقطة. النقطة الثانية يا فندم، فيما يخص المستقبل إن شاء الله، إن إحنا النهاردة يا فندم عندنا الصوت بيقطع، ما كلها ما يقرب من 21 مليون، فإحنا عايزين نطبق نظرية اللي هو الوقاية خير من العلاج، فأنا قدرت النهاردة أدخل مجموعات قوافل طبية داخل الإدارات التعليمية، يعني مثلا إدارة الدقي فيها مثلا 22 مدرسة، حجم الطلاب قد كده، فانا ممكن اعمل سنتر طبي، اعمل من خلاله كشف مبدئي، تحاليل طبيه واشعاعات وسونار وهكذا، اضمن بيه ان انا النهارده لو ظهر عندي فيروس او ظهر عندي مرض ما لاي طالب من الطلاب في سنه ده، اقدر اعالجه بملاليم بدل ما يتفحل المرض ويوصل لملايين، وده في خلال السنه كلها، لو قسمت عدد ايام السنه بعدد الطلبه هتلاقي ان يعني مش هيزيد عن 50 طالب نعمل له اختبار في اليوم الواحد، واذا احتاجنا قوافل طبيه اكثر، وده ممكن استغلاله من خلال ضباط الاحتياط في الجيش اللي هم اطباء او غيره، او من خلال سعر التكليف للاطباء الامتياز في البدايه خالص، يبقى احنا قدرنا نعمل حاجه نضمن بيها صحة الأجيال القادمة إن شاء الله. إيه يعني الاقتراح الأخير يا فندم، اقتراح كويس على عمرو بيه. اتفضل يا فندم.
النهارده يا فندم انا بدرس كيمياء وبدرس فيزياء وبدرس رياضيات وبدرس عربي بنحو وصرف وهكذا. ايه المانع يا فندم ان انا اختصر بقدر الامكان في المنهج ولكن اعمل ابداع للطالب نفسه؟ يعني انا اعمل له 5 امثله رياضه، انا عندي قانون ثابت بتحرك عليه وبحل عليه المساله، وادي له فرصه ان هو يبدع كطالب ويعمل لي هو 5 اسئله اراجعهم معاه باختراعه هو. تمام، يعني هو يبدا من عنده ويقدم لي مساله ويحلها، وانا كمدرس اراجع معاه المساله واشوف قد ايه وصلت المعلومه وقد ايه ممكن يبقى في حياته العمليه نفس النظريه ونفس القانون يطبق في المستقبل. انت عارف يا استاذ محمود، عارف حضرتك بتقول ايه؟ الذكي هو من يجيب السؤال بينما المبدع هو من يطرح سؤال. الله الله، فشجعوا ابنائكم على طرح اسئله حتى تنمو ما لديهم من استعدادات الابتكار والابداع. حتى يا فندم بعد اذن عليك انا اسف للمقاطعه بس عشان وقت البرنامج، نفس اللغه العربيه انا ممكن اقول له موضوع التعبير عن سينا على سبيل المثال وخرج لي منه مفعول به واسم وجمله اسميه وجمله فعليه وراحته ونصبه وهكذا. فاعمل لي بقى يا شاطر كل شهر كده عايز اراقبك وتطلع لي نعته ومفعول به وكذا، كل شهر تيجي تعمل لي موضوع وتطلع لي منه. طيب الصيغه الجميله. طيب ارجع خلي الطالب نفسه يشتغل. تمام تمام، يشتغل من عنده يبدا من عنده. اشكرك، انت عارف والله الكلام كويس جدا. التقويم الحقيقي تعريفه هو التقويم الذي يتم اثناء عمليتي التعليم والتعلم. وعايز اطمنه ان في 4 صور في اللجنه، يعني ما فيش طالب لا اللي قدامه ولا اللي خلفه، من ال4 جهات معاه زيه، بس عشان هو لان انا برضو لازم الامتحان يبقى هو بس معمول في فورمات مختلف، مش فيرجن مختلف. فيرجن ده معناها بقى النظام الجديد، امتحان غير الامتحان. صحيح متكافئ معاه، لكن دي اسئله ودي اسئله، لكن في اللي احنا فيه انا ما اقدرش اعمل ده لان انا عندي قانون يحكمني. طيب الاستاذ محمد مدرس من الجيزه. استاذ محمد مساء الخير. اهلا مساء الخير. اتفضل يا فندم. مساء الخير على الدكتور هدى. اهلا بيك يا استاذ محمد. الله يخليك. حضرتك انا مدرس ابتدائي في اداره 6 اكتوبر. تمام. انا عندي في الفصل 80 تلميذ. 80؟ عندي عندي 80 تلميذ في الفصل. مدرسه ايه؟ مدرسه حكوميه. لا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي؟ ابتدائي حضرتك. اوكي. ابتدائي. يعني ال 80 تلميذ دول مهيئين لنظام الثانويه الجديد بهذه الكثافه؟ ان شاء الله احنا بندرس كله. عاوز اقول لسعادتك انا عندي عجز طول السنه في تخصصات معينه وخصوصا اللغه العربيه. عجز 80 تلميذ. سعادتك بس يعني طلب بسيط. معلم الابتدائي حرام يتساوى بمدرس ثانوي في المرتب، مرتب ما فيش مرتب. يعني انا 5 ايام المرتب بيخلص، بقيت الشهر بعمل ايه ما اعرفش، وانا 30 سنه خدمه. 30 سنه استاذ محمد. ان شاء الله سيراعى كل اللي انت بتقوله ده، بالذات الكثافات والفصول اللي فيها كثافات، ده هيبقى يعني ان شاء الله واحنا بننفذ يعني هيبقى فيه له دراسه باذن الله. طيب احنا يعني وقتنا خلص من بدري. انا بس اقدر اقول لهم حاجه. انا اخر كلمه ليا عايز اقولها، ذاكر بحب باستمتاع، اعمل نفسك اسئله، هتلاقي نفسك لخص مادتك كل شابتر في صفحه في ورقه كده، دي هتعمل لك فهرس لنفسك. بلاش الاهتمام بالاشاعات. من 2 3 طلع اشاعه ان امتحان الثانويه العامه اتاجل. طلع في صفحات الوقت بدات تروج انها هتجيب الاولاد وهتديهم درجات، تديهم الاسئله، هذا كلام، والطالب يبدا يدفع فلوس. انا بقول لهم اهو بلاش تمشي ورا الاشاعات. الله يخليكم. طيب احنا يعني بنشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا. قبل ما اختم يعني عايز اعتذر لكل اللي حاول يتصل بينا، ان زمايلي في الكنترول بيقولوا لي انه في اتصالات كتيره جدا جت لنا، ويعني للاسف يعني حاولنا بقدر الامكان ناخد اكبر قدر من الاتصالات، لكن ان شاء الله باذن الله كده يكون في فرصه اخرى معاك دكتور رضا حجازي، وكل التمنيات الطيبه لابنائنا واخواننا في الثانويه العامه، انهم باذن الله السنه دي تكون افضل من السنه اللي فاتت، وانه خلاص يعني مساله إنه الثانوية العامة تبقى بعبع، دي بعبع دي كانت على أيامنا يعني والحمد لله. فيعني إن شاء الله بإذن الله ادخلوا الامتحانات وكلكم ثقة وأمل
في الحصول على نتائج جيدة بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل جولة سريعة في منطقة البورصة بوسط القاهرة التي تم الانتهاء من تطويرها وافتتاحها الساعة 7 مساء اليوم ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية. زميلنا ومراسلنا محمد سعد كان في منطقة محيط البورصة قبل ساعات من الافتتاح، وبنهاية الفقرة بعد ما محمد يسحبنا في هذه الجولة هنصل إلى نهاية حلقة اليوم ونهاية حلقات الأسبوع. لقائنا في يوم السبت إن شاء الله الساعة 8 مساء يتجدد بإذن الله. نشوفكم على خير. تطوير القاهرة الخديوية، يعني برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. باشمهندس، متى تم العمل في هذا المشروع؟ هو المشروع منطقة البورصة تعتبر بداية المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية. الخديوية بتضم حوالي 500 عقار تراثي، احنا اشتغلنا في 200 عقار طورناهم خلال السنتين اللي فاتوا، ودي تعتبر بداية المرحلة الثالثة اللي هي منطقة البورصة. البورصة فيها حوالي 30 عقار مميز إلى جانب 5 أو 6 شوارع مقفولة للمشاة، ودي بداية المرحلة الثالثة إن شاء الله. ابتدينا فيها من حوالي شهرين. أولاً يا فندم، إحنا فين دلوقتي؟ هي منطقة البورصة دي منطقة الأعمال المركزية، ودي أهم منطقة تجارية أو إدارية في وسط البلد، تضم العديد من البنوك، مبنى الإذاعة، مبنى قناة السويس، البورصة المصرية، فدي كلها تعتبر منطقة أهم منطقة أعمال مركزية موجودة في وسط البلد. هل بدأ وتم التطوير في هذا المشروع وفي هذه المباني على نفس الطراز، ولا تم تحديث بعض يعني بعض المباني؟ هو احنا شغالين طبعا في منظومة عمل بتضم خبراء من المحافظة، استشاريين وخبراء من التنسيق الحضاري. دي لجنة بتشتغل وخبير بيجي مشرفين مع المقاولين، المقاول لازم يكون مسجل في التنسيق الحضاري، يعني كلها مجموعة من الخبراء بتتعامل بحرفية عالية جدا. العقار مش مجرد دهان، ده بنرجع الشيء لأصله، إعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية، ده اسم المشروع بتاعنا، وبنرجع كل حاجة لأصلها تاني تقريبا، مجرد بنشيل عنها الغبار القديم بنرجع الفوانيس، الأعمدة، الكرانيش، كل حاجة بترجع لأصلها تاني. القيمة المصروفية لهذا المشروع يا فندم، يعني كم بلغت قيمة هذا التطوير حتى الآن؟ هو حوالي دلوقتي لغاية دلوقتي اللي اتصرف حوالي 10 مليون، معظمها مشاركة أو كلها مشاركات مجتمعية بمجموعة البنوك اللي موجودة معنا في المنطقة بتساهم، الشركات اللي الشركات المتعلقة بإدارة التراث أو إدارة العمران في وسط البلد. الدولة ما تكلفتش حاجة وكلها مشاركات مجتمعية. إزاي ممكن نحافظ على شكل هذا التطوير، وهل هناك يعني جهات رقابية للحفاظ على شكل هذا التطوير؟ هو القانون طبعا المحافظة والتنسيق الحضاري هم اللي بيراقبوا الكلام ده، لكن سيادة المحافظ
طلع قرار ان احنا نشكل اتحاد شاغلين من العمارات دي كلها، من مجموعه البنوك، من الشركات، يبقى اتحاد شاغلين هو اللي بيدير المنطقه بعد كده من خلال بالتنسيق مع المحافظه والحي وجهاز التنسيق الحضاري. منظومه متكامله هي اللي بتدير الشارع بعد كده ان شاء الله، بيشارك فيها الاهالي، بيشارك فيها الشركات، بتبقى زي اتحاد شاغلين، هو مسؤول عن الصيانه والتطوير واي مشاكل. ممكن يا فندم التطوير ده يكون في كل المحافظة، في جميع الأماكن الأثرية، ويعني في كل محافظة القاهرة؟ هو بس عاوزين نفرق بين أثري وتراثي. احنا عندنا حوالي 3000 عقار مسجل كتراث عمراني غير الأماكن الأثرية. الأثار المنطقة بتاعت شارع المعز دي أثار تاريخية، دي أثار، احنا هنا منطقة مسجلة أهمية معمارية. فعندنا حوالي 3000 عقار في القاهره ماشيينهم، عندنا حوالي 10 مناطق مميزه، جاردن سيتي، الزمالك، يعني المعادي، مصر الجديده، وسط البلد، دي بنتعامل معاها واحده واحده. احنا دلوقتي شغالين في الخدويه والتاريخيه وفي مصر الجديده بنفس بالتوازي في الثلاث مناطق التراثيه دي اللي مركزين عليهم دلوقتي، وباذن الله في خطه موجوده، بس هو تبقى لتدفق المال. هو طبعا زي ما قلنا ان في اتحاد شاغلين ابتدى يتكون للشارع، هو اللي هيشرف ويصين ويبقى مسؤول عن متابعه الشارع، الى جانب المحلات اللي بتتطور، كل واحد بقى يطور على حسابه محل لازم يحافظ عليه. هنا دي الشارع دوت احنا امتداد للمشروع، احنا المشروع دوت اشتغلنا في حوالي 20%، اشتغلنا في شارع شريفين حوالي 200 متر، وده بيمثل حوالي 200 متر مسطح. احنا بنتكلم في 12000 متر، منطقة البورصة كلها تبليطات، اشتغلنا حوالي 20% اللي هم حوالي 2000 متر، وبإذن الله نخش على الشوارع الجانبية. الشوارع الجانبية عندنا مثلا نموذج للتكامل في المشروع، عندنا فندق بتاع كوزموبوليتان، ده فندق تراثي بقاله أكتر من 100 سنة، ده ملك شركة وزارة السياحة يعني، وهي اللي تكفلت إنها تطوره، كلفته جامد من بره وجابت مقاول من عندها تحت إشراف المحافظة والخبراء بتوع المحافظة والتنسيق الحضاري. إلى جانب مجموعة عندنا 15 عقار دي ملكيات خاصة، احنا برضو حطيناها من ضمن المشروع، بندور لها على الرعاة اللي هم ان شاء الله خلال شهر هنبدا فيهم عشان نقفل منطقه البورصه. البورصه بتحوالي 30 عقار مميز، معظمهم مسجلين، حوالي 25 عقار فيهم مسجل كاهميه معماريه تراثيه بيمثلوا حقبه تاريخيه معينه، اهميه لا اما معماريه لا اما عمرانيه، مع بعضها بتشكل نموذج لمنطقه اعمال مركزيه في وسط البلد. ندرس دلوقتي كمان في مشكله قابلنا، الاشجار دي كلها يتحافظ عليها، الاحواض، الزرع، كل السكان بنتناقش معاهم قالوا لا عاوزين نحافظ على الزرع، الشوارع الجانبيه كلها نحافظ على الاحواض، بس الشوارع الرئيسيه الحمايه المدنيه قالت لازم الاحواض دي نحاول نهذبها شويه بحيث تسمح بمرور الطوارئ، لا قدر الله حصل حريق او كده، فالحمايه المدنيه قالت يفضل ان انتوا تدونا شارع بعرض 5 أو 6 متر يسمح بمرور عربيات الطوارئ. فالثلاث شوارع الرئيسيه القاضي الفاضل والشريفين وشارع علوي دول هنحاول نشيل منهم، يعني نهزمهم، نسمح لهم بمرور العربيات الاطفاء او الانقاذ الحمايه المدنيه. الشوارع الجانبيه كلها زي اللي احنا فيه هنطور الجناين والحدائق اللي فيها زي ما هي بحيث تعتبر كفراغات سكني، لان معظمها فيها عمارات سكنيه ناس ساكنه فيها. هل واجهتم مشاكل في يعني بعض الناس اللي كانت متواجده، الباعة الجايلين اللي كانوا موجودين طبعا في الشارع عند اخلاء الشارع؟ ده الاول طبعا كان في مقاومه كبيره لغايه ما خلاص فضينا، يعني كلها معظمها قهوه غير مرخصه، فكانت بتمثل مشكله للسكان والمحلات. دلوقتي ان شاء الله النشاط المقترح للمنطقه انها تبقى منطقه ثقافيه، جاليري، لوحات فنيه، اعمال هاند ميد، وده من خلال اللجنه القوميه بتشرف علينا، في لجنه قوميه للحفاظ على التراث برئاسه المهندس ابراهيم محلي مساعد السيد رئيس الجمهوريه، دي المسؤوله عن التراث في القاهره كلها، ودي احنا بنشتغل من خلالها. فدي برضو من ضمن المقترحات اللي درست ان احنا نخلي المنطقه دي منطقه ذات طابع ثقافي اداري. حكايه القهاوي دي برضو اللي مرخص بس هنحافظ عليه، يعني اي نشاط ليه رخصه ماشي اوكي هنحافظ عليه، اللي مش مرخص ده اللي بنعيد استخدامه. واتناقشنا مع الناس وابتدت ناس فعلا تغير النشاط، في محلات ابتدت تغير نشاطها، بتقلب لجاليري، عرض لوحات، عرض حاجات فنيه، اعمال هاند ميد، في ناس بتبيع انتيكات. برضو يا فندم انا لاحظت في الشارع اللي احنا متواجدين فيه يعني نص الشارع لسه ما اتعملش،
ما هو ده يدخل في 80%. احنا خلصنا تقريبا ربع المنطقه، لسه ال 75% لسه باذن الله بس مدورهم التمويل، ازاي نوفر التمويل ليهم ومشاركه المجتمعيه عشان نرجعوا تاني الوجه الحضاري بتاع المنطقه، يبقى في تكامل وتناسق بين المنطقه كلها. كل منطقه ولها الطابع بتاعها، يعني منطقه الالف شارع الالف وشارع الازبكيه دي منطقه اهاوي، ومنطقه عماد الدين بتتطور باسلوب معين، الممر بيهلر بيتطور باسلوب معين، كل منطقه ولها شخصيتها وطبيعتها وطبع الفراغ بتاعها. هنا المنطقه زي ما اتفقنا تبقى منطقه اعمال مركزيه، ده الطابع بتاع المنطقه دي، كل منطقه بتاخد شخصيه بتاعتها، ولكن كل ده بيدار من خلال مجموعه من الخبراء، فنون جميله في الجامعات المصريه، خبراء من المحافظه، خبراء التنسيق الحضاري، وزاره الثقافه، دي اجتماعات اسبوعيه بحيث نحافظ على ما نخرجش بعيد عن الشكل التراثي او الاصول الفنيه لاداره المنطقه التراثيه زي دي. المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، يعني بعد التحية فندم، كيف سنحافظ على بريق وجمال القاهرة مرة أخرى؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا إحنا في محافظة القاهرة الحقيقة بازلين جهد على طوال سنوات، بقالنا الوقت من سنة 2014 حتى الآن بنطور وسط القاهرة تطوير شامل للعقارات وجهات العقارات، بنرجعها للطراز المعماري المتميز بتاعها، والشوارع والأرصفة والإنارة. يمكن وسط القاهرة اتغيرت عن قبل كده، التطوير شغال وماشي، لكن الحقيقة في لجنة شكلها السيد الرئيس من ديسمبر 2016 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لجنة عشان تطوير والحفاظ على الطراز المعماري المتميز للقاهرة. اللجنة دي شكلت بمناسبة الانتقال أو تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة والانتقال إليها، فكان من الضروري أن احنا يعني نخطط كيف نحافظ على القاهرة تراثيا. اللجنة الحقيقة اشتغلت في محاور كتيرة وأنا بتشرف بعضويتها. يمكن ابتدت مشروع من حوالي تقريبا 6 شهور، كان تطوير شارع الألفي وسرايا الأزبكية ومنطقة أحمد عرابي، وتم إغلاق المنطقة وتخصيصها للمشاة، وأصبحت يعني ملتقى الحقيقة سياحي وملتقى ترفيهي جميل جدا لكل مواطن العاصمة، وبيجي لها ناس من بره كمان. فلما لقينا التجربة نجحت، اللجنة قررت أن احنا نختار منطقة أخرى، فاخترنا الحقيقة منطقة البورصة والشريفين ان احنا نعمل لها نموذج مماثل زي شارع الالفي. فالحقيقه المربع بتاع البورصه كله هيتم تطويره، احنا اخترنا بس الشارع ده نبتدي بيه الافتتاح، لان في احتفال بيوم التراث العالمي اليونسكو دعت اليه، والاحتفال بكره ان شاء الله، فكان لازم نخلص جزء من مشروع المربع، فاخدنا شارع الشريفين تم تطويره زي ما انت شايف، كل المباني على الجانبين تم اعادتها الى الطراز المعماري المتميز بتاعها، الارضيات اتغيرت، النخيل الجميل ده والاعمده تم تجديدها، كانت مهمله الحقيقه تم تجديدها تجديد شامل، الزرع، احواض الزهور، يعني في تطوير كامل للشارع، وهو ده اللي هيتم في بقيه المربع. لما هنخلص المربع ان شاء الله هنقفله وهيبقى مخصص للمشاة فقط، بحيث هيبقى برضه نموذج تاني متكرر لشارع الالفي، وبالطريقه دي هنعمل يعني خلينا اقول نقاط مضيئه في وسط العاصمه، بحيث ان احنا تدريجيا نبرزها بالوجه الجمالي اللائق بها باذن الله. هل التطوير ده يا فندم هيكون فقط محدود على يعني منطقه وسط البلد بس، ولا هيكون على القاهره ككل وجميع الاماكن التراثيه؟ لا، على القاهره ككل، لان الحقيقه احنا على التوازي شغالين في مصر الجديده مثلا. حاليا قصر البارون إمبان بيتم تطويره بواسطه وزاره الاثار، احنا عملنا تطوير في ميدان روكسي، عملنا تطوير لحديقه الميرلاند، عملنا جاري تطوير حاليا في ميدان الاسماعيليه بالتنسيق مع التنسيق جهاز التنسيق الحضاري. يعني التطوير بيشمل مناطق اخرى كثيره الحقيقه، في تطوير ان شاء الله مزمع في الزمالك باذن الله، يعني احنا التطوير بنعمله في مناطق كثيره، حتى كمان في تطوير للبنيه التحتيه في القاهره بشكل كبير. الطرق، يعني احنا حاليا عاملين تطوير كبير جدا في السنه الاخيره في طرق وشرايين رئيسيه، سواء في القاهره
او في مدينه نصر او في مصر الجديده، يعني سواء في وسط البلد او في مدينه نصر او في مصر الجديده، عاملين نهضه الحياه في الطرق والمحاور الرئيسيه. انا اعتقد ان في تحسن ان شاء الله وهيبان اكتر واكتر في الفتره الجايه باذن الله. يعني عمل ملموس ويعني التطوير واضح جدا. هل يا فندم من وجهه نظر حضرتك ممكن التطوير ده يتعمم على جميع المحافظات؟ طبعا، يعني أنا شايف أن في الحقيقة زملاء كثيرين في المحافظات بيقوموا بجهود كبيرة جدا وبيطوروا فعلا أكتر من محافظة، محافظة الجيزة، محافظة اسكندرية، محافظة القليوبية، في محافظات كثيرة أنا من علاقتي بيهم ومن متابعتي ليهم في مجلس المحافظين الحقيقة بيأدوا جهد كويس جدا، عاملين شغل كويس جدا في محافظاتهم. التطوير الحقيقة خلينا أقول أن هو سمة مصر دلوقتي، يعني التوجيهات اللي هي بيتم توجيهنا بيها كمحافظين من السيد رئيس مجلس الوزراء ومن السيد الرئيس، الحقيقة ان احنا لازم نعمل على راحة المواطنين وعلى خدمتهم وعلى تطوير الحياة اليومية بالنسبة لهم بحيث انها تبقى اكثر سهولة واكثر يسرة. ده الحقيقة بيجي من انك بتعمل تأمين في اتجاهات عديدة، تأمين غذائي مطلوب، تأمين للمرافق مطلوب، تأمين أمني مطلوب بالتنسيق مع الشرطة طبعا والقوات المسلحة، وخير دليل على التأمين الأمني ما تم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. مطلوب كمان تأمين ثقافي، إن لازم الثقافة، تأمين ترفيهي، الحدائق والمتنزهات وأماكن الفسحة، تأمين كمان جمالي، إن أنا كمان ما يبقاش الدنيا حواليه قبيحة، لا ده المفروض كمان الدنيا حواليه تبقى نظيفة، والدنيا تبقى نظيفة كمان ليس فقط من منظر واجهات العقارات وكده، لا الشارع يبقى نظيف، الشارع يبقى نظيف. عشان كده منظومات النظافة مهمة جدا بالنسبة للمحافظين والمحليات إنهم يهتموا بيها. لكن ده اللي خلاني يمكن في السنة الأخيرة أو في الشهور الأخيرة أطلق مبادرة خليك زي آدم. خليك زي آدم هي أنا بقول للمواطن هنبذل أقصى جهدنا وهنحاول، بس أنت ساعدنا بأنك ما ترميش حاجة على الأرض. يمكن المبادرة لقيت نجاح كبير الحمد لله، وأنا أعتقد إن شاء الله يعني هتاخد زخم آخر خلال الفترة القادمة، عشان أنا لمست فعلا إن في سلوك إيجابي بدأ يحصل عند المواطن في القاهرة، وبدأ فعلا ناس كتيرة تستجيب لهذه الحملة. يعني إزاي ممكن نستفيد من هذا التطوير في تنشيط السياحة، وخاصة يعني السياحة التراثية في قلب العاصمة؟ وهل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة السياحة؟ طبعا ده في تنسيق على أعلى مستوى، ده احنا لسه جاي لنا مثلا توجيهات مؤخرا ان احنا هنشتغل في محور اسمه محور المطراوي في المطرية في منطقة شجرة مريم، لان الشارع ده شارع اثري وفيه تراث هام جدا، تراث مسيحي وتراث اسلامي في شارع المطراوي، في مساجد وفي اقبيه وفي كنائس وفي شجره مريم. احنا جاي لنا توجيه من السيد الرئيس نفسه على الشارع ده، وابتدينا هنشتغل فيه مع جهات متعدده في الدوله عشان نعمل تطوير لمحور هام جدا للسياحه الدينيه. احنا هدفنا دائما تنشيط السياحه، اللي بنعمله النهارده في شارع الشريفين ده عشان السياحه. يعني طب ازاي السياح هييجوا في مكان ما يكونش كويس، ما يكونش معد؟ شارع الشريفين، شارع الألفي بدأ فعلا يجذب أعداد من السياح واضحين جدا، وتقدر سيادتك تروح بالليل تشوف الكافيهات بتاعته هناك، بقت عاملة حاجة قريبة من الشانزليزيه، والسياح موجودين ويعني سعداء جدا بأن الشارع ما فيهوش عربيات، وأن في جو يمكن شعبي شوية عن الشانزليزيه، لكن جو الحياة جميل جدا، وأنا شايف أن ده يعني دعم للسياحة وتشجيع ليها بشكل كبير. سيادة المحافظة أخيرا، على الرغم من هذا التطوير يعني ما زالت بعض المشكلات متواجدة في القاهرة، خاصة مشكلة المراحيض العامة، يعني ندرة المراحيض العامة المتواجدة في القاهرة. إزاي فندم ممكن المحافظة تبتدي تحل مشكلة زي كده؟ والله احنا يعني من فترة كان فعلا تطوير، عملنا مشروع تطوير لعدد كبير من المراحيض وتم تسليمهم للأحياء، لكن الحقيقة الأحياء فشلت في إدارتها عشان أبقى بنصف. فاحنا المشكله في الاداره وليس في تطوير المراحيض، عندنا مراحيض موجوده ومتصله بشبكه الصرف والميه وكده، لكن للاسف بعد ما تم تطويرها، يعني احنا طورنا حوالي يمكن 50 مرحاض في القاهره في الفتره الاخيره وسلمناهم للاحياء، الاحياء فشلت في الاداره. ما يعني انا اعتقد الاداره مش لازم عايزه شركه، عايزه شركه تتولاها تكون يعني تقدر تستفيد
ماديا من اعلانات او حاجه كده حوالين المنطقه، لكن في نفس الوقت تقدر تصرف على، ويبقى فيه طبعا المهم قوي ان يبقى فيه سعر بسيط، يعني ما يكونش مغالى فيه لكن يبقى سعر بسيط عشان الصيانه وعشان الاهتمام بالنظافه وكده. فاحنا عم بنفكر حاليا ان احنا نسدد هذا الامر للشركه باذن الله. المهندس عاطف عبد الرحيم محافظ القاهره يا فندم، اشكرك فندم، شكرا جزيلا. شكرا، كتر خيرك وشكرا لحضرتك. ستظل بنت المعز القاهرة ساهرة جميلة متألقة دائما، تغنينا بها قديما وسنتغنى بها قريبا في ثوبها الجديد.